السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المهندس حسين القاضي. بيشرفني إن احنا نكون مع بعض في اللقاء الثالث والعشرين، يعني اللقاء أساس في المرحلة الجديدة اللي بعد المرحلة الأولى اللي احنا ختمناها باللقاء العشرين. موضوع اللقاء هو برضه خريطة الطريق لتكون مدير مشروع دولي. رود ماب تو بي ان انترناشونال بروجكت مانجر. وده بنقول دايما مش معقول انت اثنين بروجكت مانجر ان انت ما تبقاش لوكال، لا انت بروجكت مانجر يعني انت بتفكر زي ما بقول دايما في الاداره، يعني ثينك انترناشونالي وبيهيف لوكالي، يعني تفكر بشكل دولي وتتصرف بطريق باللوكال اللي عندك، يعني تفكر بفكر دولي فكر عام، ولما تيجي تشتغل هتشتغل بايه بوسائل المكان اللي انت فيه وبطرق والى اخره. دي طبعا يعني موضوع مش صعب نستخدم هذا الكلام احنا، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. طيب الحقيقه النهارده هنتكلم على الموضوع من اجمل الموضوعات واهمها اللي في التايم والكوست والريسورس مانجمنت، واللي قايم عليها كل الباكجز اللي بتشتغل في البلاننج وفي الكنترولنج، يعني زي البريمافيرا وزي الاس بروجكت وزي الفاست تراك وزي الشو تراك والثورتي كمان اخرها، وكلها طبعا على الاي كريتيكال باث ميثود اللي هي اول بيرت، يعني مرتين بيدوا نفس الاسم في ايه في الباكجز اللي شغاله. هنقول القيمه المتاسعه ودورها في التحكم والمراقبه. هي الحقيقه طريقه التحكم والمراقبه هي بسيطه جدا لكن مهمه جدا. بمعنى ايه؟ يعني هي كل اللي فيها ثلاثة فاكتورز بنتكلم عليهم، ثلاثة ليس إلا ثلاثة فاكتورز اللي موجودين بس في الموضوع يعني. هو إيه الحكاية؟ إيش حصل؟ دوست على حاجة غلط؟ خلينا نرجع تاني استعرضت هنا فين؟ هيفضل معانا الألم ده، احنا عايزين نشيله. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب فالمهم هي فيها هنشوف دلوقتي الموضوع أبسط من البساطة. نتكلم على الأجندة الأول، هنتكلم على إيه؟ عندنا أول حاجة تخطيط المشاريع ومتابعتها فنياً وزمنياً ومالياً. وهي دي ده يعني ده ملخص، انا هخطط المشروع واتابعه، هعمل ايه؟ الفور فانكشنز اوف بلاننج اللي هو ايه؟ البلاننج، اورجنايزنج، ليدنج، وكنترول. تخطيط بخطط كل حاجه بالنسبه للمشروع، اورجنايزنج بحدد كل واحد في المشروع هيعمل ايه؟ واوله فين واخره فين وهيستلم ده بيستلم اللي قبله ازاي ويستلم اللي بعديه ازاي؟ وده الاورجنايزنج. وبعدين الليدنج بقى اللي هو شغلة ال التيم ليدر او الايه او المانجر. خلاص الكنترول بقى في الاخر اللي هو ايه؟ اللي هو ان انا براقب او بتابع التخطيط اللي انا خططته. انا بخطط لكل حاجه في المشروع، كل حاجه بتخطط، كل حاجه بتعملها بلان، كل حاجه. فازاي انا اعمل الايه؟ المونيتورنج في المشروع. خلاص طيب فدي ايه الفكره الاساسيه. الفكره الاساسيه لاداره القيمه المكتسبه، هنتكلم عن الفكره الاساسيه. هو فكره بسيطه جدا وسهله جدا، وانا بحاول دايما ان انا يعني ايه اخلي الموضوع يعني ايه افيلبل لاي حد، يعني مش لازم مهندسين، مش لازم، مش عايز اقول يعني الاداره دي زي ما قلنا قبل كده دي فطره ربنا حطها فينا، محتاجه بس ان احنا نخلي بالنا من نفسنا وندرس عليها شويه حاجات اللي هي بنقولها دي وبنحاول نعرفها، وهتلاقي نفسك من فضل الله يعني المكان موضوع فيري ايزي بالنسبه لك، يعني دي فكره ربنا اصلا خلقها فينا يعني. طيب اهميه القيمه المكتسبه في متابعه المشاريع، هنتكلم عن اهميتها ليه هي مهمه بالنسبه في المشروعات واحنا بنتابع فيها البلاننج والليدنج والكنترول في الكنترول. طيب بعدين مفهوم اداره القيمه المكتسبه مفهومها ايه؟ يعني ايه القيمه المكتسبه؟ متابعه المشاريع بتبقى ازاي؟ هنبص عليها هتلاقيها سهله جدا، سهله كلها يعني حاجات
اسهل من اداره القيمه المكتسبه. بعد كده هنعمل حساب الانحرافات ومؤشرات الاداء، يعني هل انا الكوست بتاعي ماشي مظبوط ولا انا الكوست بتاعي كويس ولا الكوست بتاعي زايد، هل التايم بتاعي ماشي زي ما انا مخطط او اللي هو ايه زايد او ناقص. وايه الجدول المساعد بقى باتخاذ القرار؟ احنا بنعمل البلانر او اللي هو المسؤول عن عمليه البلاننج والمونيتورنج، ان هو يعمل ايه؟ هيعمل جدول كده لاتخاذ القرار، سواء في بار شارت او سواء في اللي هو الجانت شارت او سواء في جدول عادي خالص يساعده ان هو ايه؟ هنشوف كلام هنوضحه. طيب جدول مساعد باتخاذ القرار للمشروعات، خلي بالك يعني ممكن يبقى مشروع واحد انا بشتغل فيه فيبقى عندي جدول للمشروع. في جدول تاني بقى ايه للمشروعات، يعني احنا قلنا الفيلوسوفي بتاعت الاداره دلوقتي التقييم بتاع مدير المشروع اختلف مع الاي بي ام اي في الفيرجن اخر واحده، ان بقى دلوقتي المانجر بياخد سيرتيفيكيشن لثلاث حاجات، يا اما بروجكت مانجر يا اما بروجرام مانجر، 3 بيز زي ما في اول لقاء اتكلمنا عليه، تاني لقاء اللي اعطينا فيه كل الكي بيرفورمانس انديتور بتاعت البروجكت مانجر، الثلاث حاجات اللي هي بروجكت والايه والبروجرام والبورتفوليو. ان انت ممكن تبقى عامل بروجكت او تبقى بتمسك يعني تبقى مؤهل تعمل بروجرامز بعد كده يعني مجموعه مشروعات، او بورتفوليو يبقى فيه ايه مجموعه مشروعات يعني مجموعه برامج ومشروع ومجموعه مشروعات. فانت يعني ايه هيبقى في جدول مسائل اتخاذ القرارات للمشروعات او البورتفوليو يعني الشركه. طب مراقبه التكاليف ازاي بعمل الكوست كنترول؟ هنعمل مثال محلول لمراقبه التكاليف الوقت، والمثال ده احنا ايه سهل واحنا عملناه قبل كده. انت احنا عملنا لقاء او اثنين على ما اعتقد مش فاكر بالظبط كان كام لقاء في الكوست مانجمنت. الكوست مانجمنت اخذناه من اول خالص من اول ما عملنا الدايركت كوست والاندايركت كوست وكل انواع الكوستنج، لان ده موضوع جميل بتاع الفاينانس مانجمنت في الكوست مانجمنت. فده ايه احنا عملناه قبل كده المثال ده، وهو مثال بسيط جدا بس هو جو يعني جماله ان انا يعني ايه كان طلب مني ان في قسم الكهرباء في يعني في دوله من الدول العربيه يعني وكده عايزين محاضره في اداره المشروعات. فايه عملت لهم الاكزامبل ده يعني مجرد ايه مشروع بسيطه جدا، موضوع كابلات وحفر يعني حاجات اكتيفيتيز جميله جدا وسهله عشان نعرف المبدا ببساطه يعني. هو ده يتطبق بقى على اي حاجه كده بعد كده بس. طيب في الخاتمه بقى في الاخر. طيب هنقول ايه دلوقتي؟ تخطيط المشاريع ومتابعتها. فنيا وزمنيا وماليا. طبعا هو فنيا مش قوي هنا يعني احنا بس طبعا لازم ايه ان انا بتابع زمني وبتابع مالي يبقى لازم معايا ايه؟ الفني يعني الفني ده قبل اول اي حاجه يعني لو انا حاجه ما مش مقبوله فنيا يبقى انا ما يبقى مش هنتابعها زمنيا وماليا ازاي؟ من اهم المعوقات اللي تواجه المشاريع سواء كانت مشاريع بحث او تطوير اي نوع من المشاريع زي ما اتفقنا. احنا مش بنتكلم طبعا على الكونستراكشن بس احنا بنتكلم على الكونستراكشن ده هو ايه؟ اقرب لينا وشايفينه بعينينا، انما اي فكره عايز تحققها وتنفذها دي مشروع، تعمل لها مشروع، يتعمل لها بلاننج وأورجنايزنج والليدنج وكنترول. تخطيط، تنظيم، وقياده، مراقبه او متابعه. طيب ليه؟ زي ما قلنا برضه الاداره لاربع حاجات، الفور ام، مان باور، ماتيريال، ماشينري، والمان. ده اللي هي ايه تعريف المدير او الفانكشن بتاعت المدير، اللي هو بيعمل اربع حاجات للاربع ريسورسز. طيب من اهم نقاط تواجه المشاريع سواء كانت مشاريع بحث اي مشروع اي فكره اي 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 يعني اي فكره عايز تنفذها او مشاريع تطبيقيه هي عدم انهاء هذه المشاريع في الوقت المحدد. يعني دايما المشكله ايه؟ انا مخطط ان انا مثلا هروح حته معينه في وقت معين او هخلص المشروع ده في وقت معين. المشكله بقى ان انا يعني هل هوصل في 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 التارجت ده ولا لا؟ اول حاجه بتتكلم عليها الوقت، وبعدين وضمن الموازنه المرصوده
انا عامل موازنه للموضوع بتاعي ده والرحله بتاعتي دي مبلغ كذا، مبلغ معين محدده ومحضره ومجهزه معايا. يعوز ان هل انا المشروع اللي انا هعمله ده لازم يوافق 3 حاجات، الوقت زي ما قلنا التايم، وايه والكوست، ودول اللي ايه هنشرحهم بالتفصيل النهارده. ثالث حاجه اللي ايه الكواليتي، ان شاء الله باذن الله تعالى اتكلمنا على الكواليتي قبل كده، باذن الله المره الجايه ان شاء الله ويل دو اور بيست، احنا هنتكلم بقى على الكواليتي اشورنس لان ده موضوع مهم وبالنسبه برضه للاداره، وان شاء الله هنتكلم فيه على حاجات كويسه يعني باذن الله. بس يعني الناس اللي حضروا معانا او ما حضروش حتى يبصوا على المحاضرات بتاعت الكواليتي من المرات اللي فاتت عشان المره الجايه يبقى عاملين ايه يعني، لانها كلها سلسله ماشيه مع بعضها. يعود ذلك لاسباب متنوعه، من اهمها طريقه تخطيط المشاريع ومن ثم متابعتها فنيا وزمنيا وماليا. طبعا الامور بقى سهله جدا دلوقتي، يعني دلوقتي انت التخطيط انت بس انت كمدير مشروع لازم تبقى عارف. انا مش هقول لك طب انت يعني بلانر او سكيدولر او على كمبيوتر على البروجرامات بعرف طبعا كل مره بتعمل ايه واول ايه اخر ايه، نفس البرنسبل بيبقى في اي حاجه، بس انت مش طالب بالتخصص اللي هو الدقيق بتاع يعني زي مثلا المهندس حسام اللي حضر معاه المحاضرات بتاعت البلاننج. يعني ده باكج جاهز قدامك، احنا زي ما كنا امام الكلام ده بتتحسب كله بايدينا. فيعني ايه بس انت كمدير مشروع لما يبقى عندك السنس وتخلق معاك ومع الكابابيلتيز بتاعتك ان انت ازاي تخطط هذا الكلام وتعمله، وحتى بالفيرست ستيب بتعمله بايدك عند الكمبيوتر، ولازم برضه يبقى عندك حد ادنى ان انت تدخل على البريمافيرا وتظهر بيها بسرعه، مش هتتقنها. احنا زمان كنا غير زمان، انما دلوقتي ما تقدرش كمدير مشروع تخلي كل الكلام ده جمله اخر، انت كمدير مشروع انت عندك حاجات يعني برضه احنا اتكلمنا عليها اعتقد في المحاضره بتاعت اللقاء بتاع الاورجانيزيشن شارت. يعني مدير المشروع ده المفروض يبقى عارف كل حاجه في مشروعه بس مش بعمق، العمق بتاعه في تخصص واحد اللي هو بتاعه اللي هو عارفه، اللي هو اصلا كونستراكشن ماشي، لو هو مثلا ديزاينر ماشي، لو هو ستراكشر انجينير ماشي، يعني بقى له تخصص معين. انما البروجكت مانجر اللي يجي المشروع تبقى عارف كل حاجه ابتداء من التكنيكال اوفيس او البيزنس اكوزيشن لغايه المخازن ودوكمنت الدكتور والكلام ده كله الاخر لازم تبقى عارفه، والكلام ده كله هنتكلمنا على حاجات كتير منه، وفي طريقنا ان احنا نتكلم على ايه بقيه العناصر اللي تخليك داخل مشروعك فاهم كل واحد في الموقع بيعمل ايه وازاي وايه الصح بتاعه وتقدر تتابعه وتديره ازاي. طيب يعود ذلك لاسباب، يعني دلوقتي ايه ان انا بضمن المشروع ده خلص في التايم بتاعه، خلص بالكوست بتاعه، خلص بالايه؟ بالكواليتي بتاعته. النقطه الرابعه اللي هي هامه جدا دلوقتي بتتحط في كل السيستمز في الايزو والى اخره، اللي هي الايه؟ الكاستمر ساتسفاكشن. يعني الكاستمر لازم يبقى ايه؟ مبسوط، يعني ممكن اعمل ده كله كاستمر مش مبسوط يبقى انا كاني ما عملتش حاجه. يعود ذلك لاسباب متنوعه، من اهمها طريقه تخطيط المشاريع ومن ثم تبعاتها فنيا وزمنيا. هنا يعني الحقيقه الفكره جاتني هنتفرج على ايه سلايدين كده ولا 3 فيهم البهريز او الخلاصه بتاعت الموضوع كله عشان تفهم الموضوع قد ايه بسيط. احنا عندنا اي مشروع في الدنيا بيتعمل له ايه؟ كيرف زي ده اللي هو البادجيتد كوست اوف ورك سكيدول. انا خططت المشروع بتاعي وقلت وخططت له ايه الكوست بتاعه وخططت له ايه التايم بتاعه سكيدول، يبقى وبروح اعمل الكيرف ده علاقه ما بين ايه؟ ما بين ادي التايم اهو، يعني المشروع ده ياخد مده من هنا لغايه هنا خلاص، وده الكيميليشن بتاع الايه الشغل بتاعه، يعني ده التوتال فاليو بتاع المشروع او التوتال كوست بتاع المشروع او التوتال كوست بتاع اي ريسورس في المشروع مع بعض عشان تعرفوا الموضوع قد ايه سهل خلاص. يبقى ده كيرف ده انا من الاول خالص ببقى عامله ومخلصه وحطه هنا، اللي هو يعني كنا بنعمل حاجه الانستغرام لو فاكرين، ان انا كل يوم بعمل الـ يعني كل اسبوع مثلا عندي الانتاج الاسبوعي بتاعي في الكوست بتاعه يعمل لي كذا، الاسبوع الثاني الثالث كذا الرابع كذا خمس كذا، وبعدين بجمعهم بقى اكيوميليشن بتاع كل ده بحيث يبقى دي ايه؟ دي التوتال فاليو بتاعت ايه المشروع.
او التوتال فاليو بتاعت البادجت او التوتال فاليو بتاعت المستخلصات. يعني في ناس بتيجي لما تيجي تعمل هذا الكلام ممكن تحط الفاليو بتاعت الكونتراكت، يعني بتحط الاسعار بتاعت المؤسسه، ودي اسهل طريقه. اللي تحط المؤسسه انت بتعمل ايه؟ الكوست والتايم جوه التوتال بتاعه، خصوصا لو انت عايز الكلام ده هيتقدم للعميل او استشاري او حاجه، بتبقى الطريقه دي يعني ايه؟ عشان ما تشوفش اسرارك، ما تعرفش انت بتكسب بتخدم لكم الاخر. انما واقع الامر الحقيقه يعني احنا في الشركات اللي هي يعني الجاده يعني بنشتغل مع بعض، هذا الكلام بيتعامل على البادجيتد كوست، بادجيتد يعني حتى مش السعر بتاع مش السعر بتاع التكلفه، ده البادجيتد، بادجيتد كوست يعني اللي بنعمله في السيكونس اللي كنا بنتكلم زمان. اتس اوكي. فعندك الايه؟ البادجيتد كوست اوف ورك بيرفورمد. خلينا نتكلم الاول اللي قلنا ايه البادجيتد كوست اوف ورك سكيدولد. خلي بالكم انا بعمل التيرمز دي لان التيرمز دي هي اللي موجوده من زمان، التيرمز دي موجوده بقى لها الثمانينات، الثمانينات كام سنه دلوقتي؟ لا 40 سنه. طيب التيرمز دي الاصليه خالص قبل ما ايرن فاليو تاخد الايه؟ الاسم بتاعها. وهقول لكم برضه ايرن فاليو اخذت ايرن فاليو ليه؟ الايرن فاليو اللي هي بادجيتد كوست اوف ورك بيرفورمد. يعني انا جيت بعمل اونر من عند النقطه دي، يعني جيت بعد النقطه دي بعد شهر من المشروع زي ما هيبان عندنا في الاكزامبل اللي احنا بنعمله واللي عملناه قبل كده عند النقطه دي كده اهو، عايز اعرف مشروعي هل مشروعي كسبان ولا خسران؟ عايز اعرف مشروعي التايم بتاعه مظبوط خلص في التايم بتاعه ولا ما خلصش في التايم بتاعه؟ تمام؟ هقف عند النقطه دي. اول حاجه عندي ايه؟ البادجيتد كوست اوف سكيدول، القيمه دي موجوده عندي اوريدي محسوبه من الاول خالص، معمول الكيرف ده. طب ايه اللي مش عندي بقى؟ عندي البادجيتد كوست اوف ورك بيرفورمد. انا خلصت كميه اعمال كذا. خلاص؟ بشوف الاعمال اللي انا عملتها دي المفروض كانت تكلفني كام؟ يعني بادجيتد كوست اوف ورك بيرفورمد اللي هي الايه؟ المفروض الاعمال اللي انا خلصتها دي انا كنت عامل لها بادجيت كام؟ دي الايرند فاليو. عشان كده سموها دلوقتي ايه؟ الايرند فاليو بناء على القيمه دي. يعني البرايد كوست اوف ورك بيرفورم هي الايرن فاليو اللي هنشوفها في الايه؟ في الـ في الـ في الـ في الـ في السلايد في السلايد اللي ورا ده. يبقى قيمه الايرن فاليو اللي هي ايه؟ البادجيتد كوست اوف ورك بيرفورم اللي هي القيمه المخططه لايه؟ للعمل اللي تم. طيب فاضل لي نوع الحته الثالثه ايه؟ الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورم، السعر الحقيقي او الواقعي للشغل اللي انا خلصته. يعني انا خلصت حجم معين من الشغل، البادجيت كوست بتاعه ايه؟ ده الايرنت فاليو اللي هي القيمه المكتسبه اللي انا المفروض اكتسبها. طيب هاجي اشوف الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورم، الاكشوال بقى ايه؟ هقارن البادجيت كوست ده بالاكشوال كوست، يبقى انا عرفت ايه؟ مشروع كسبان ولا خسران؟ لو قسمت البادجت كوست اوف ورك بيرفورم على الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورم طلع لي اكثر من واحد، يبقى الكوست بتاعي حلو. معايا في تخيل؟ يعني انا دلوقتي انا عملت نفس حجم العمل، انا كنت مخططه ب 100 مليون مثلا، انا خلصته ب 90. خلاص؟ يبقى الخطه اللي انا عاملها بجيت كوست اوف ورك بيرفورم كانوا 100 وانا خلصتهم ب 90، يبقى انا متقدم بنسبه كام؟ 100 ناقص 90 على الـ على الـ على ال 100 يبقى 10% بس. خلاص؟ اللي هي البادجيت. فدي هنتكلم عليها بتفصيل، لكن انا بقول لكم ان الموضوع ايه؟ ببساطه الموضوع ايه؟ النوع الثاني بتاع التايم. طيب انا هنا البادجيت كوست اوف ورك بيرفورمد اللي هي ايه؟ اللي هي زي ما قلنا الايرن فاليو، هقارنها بايه؟ بالبادجيت كوست اوف ورك سكيدول. طيب الورك سكيدول، الورك اللي انا مخططه خلاص معمول له ايه؟ هنا ما معروف ده، احنا اول حاجه حسبناها قلنا. لو جيت انا قسمت البادجيتد كوست اوف ورك بيرفورمد للشغل اللي اتعمل على البادجيتد كوست اوف ورك سكيدول، يعني قيمه الشغل اللي انا خلصته وقسمته على قيمه الشغل اللي كان المفروض اخلصه،
واصله؟ فيبقى اذا من الطريقه دي هعرف هل انا اشتغلت اكتر ولا اقل. لو قسمت الايرن فاليو دي او البادجت افورت بيرفورم على البادجتد كوست اوف ورك سكيدولد، يبقى انا هعرف اذا متقدم او متاخر. لو هي 1 بوينت حاجه يبقى انا برضو ايه متقدم، لو اقل يبقى انا ايه متاخر. هنا الايكويشنز بقى اللي هي اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي واسهل ما يكون، اللي هو الايه سكيدولد فاريانس. طبعا الكلام كله اتحول لفلوس، خلي بالك بقى فلوس دلوقتي، يعني انا دلوقتي بقيس وقت بقيس كوست بالفلوس قيمه فاليو، يعني عشان يبقى فاليوز هود كل حاجه لايه الفلوس عشان اقدر اقسمها من بعض، ولما اقسمها على بعض هتبقى ايه هتبقى نسبه مطلقه. طيب يبقى السكيدولد فيريانس عباره عن بادجت كوست اوف ورك بيرفورم اللي هي الايه الايرن فاليو، البادجت كوست اوف ورك بيرفورم اللي هي اصلا هنحسبها من الاول خالص، اللي حسبناها اللي حسبتها عند النقطه اللي انا شغال عندها ماينس الايه البادجت كوست اوف ورك سكيدول. ماشي. طيب لو لقيت ان ده اكبر من واحد يبقى انا ماشي صح خلاص. طيب او في السكيدول بيرفورمانس اندكس اللي هو ايه نسبه الاندكس بتاع السكيدول بيرفورمانس، هيبقى بجيت كوست اوف ورك بيرفورم بدل ما انا بقسم، يعني دي كانت مثلا 100 يعني اقول ان احنا ايه كان بجيت كوست الورك سكيدول كان 100 وانا ايه عملتهم 90، يبقى انا هقسم هنا اهو الايه البجيت كوست اوف ورك بيرفورمد 90 على 100، لو قسمتها على ال 100 يبقى انا ايه متاخر. يعني لو دي 100 ودي 90 يبقى انا ماشي 1 بوينت حاجه، يبقى انا ايه ماشي ماشي. طيب ده الكوست فيريانس، يعني ده كلام على الايه على التايم. هنا هيديني التايم سكيدول فيريانس والايه والسكيدول بيرفورمانس اندكس. طيب هنا الكوست فيريانس عباره عن ايه بقى؟ البادجت كوست اوف ورك بيرفورمد ناقص الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورمد، زي ما كنا بنقول من شويه. بقى الكوست اوف ورك بيرفورمد يبقى ايه الكوست بيرفورمانس اندكس عباره عن البادجت اوف ورك بيرفورمد على الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورمد. حاجه كده برضه شغل المهندسين، يعني هم اللي احنا يعني ايه لو قسمت دي على دي وبشطب دول هتلاقي ايه الورك بيرفورم والورك بيرفورم واحد، يبقى دي بادجت كوست على الاكشوال كوست، فبادجت كوست على الاكشوال كوست بيديني ايه انا متقدم ولا متاخر على طول. ده شغل كلام المهندسين بقى اللي احنا بن ايه بن يعني بنوري ان احنا برضه عندنا برضه حاجات يعني يعني الحاجات اللي خلينا نقرا في الحاجه بسرعه. يعني ايه السيم ايكويشن دي؟ هي دي بس دي بقى الليتست سيستمز، يعني انت مش هتلاقي الكلام ده في الكتب دلوقتي وفي المراجع وفي الكلام ده، هتلاقيه اللي موجود دلوقتي ايه اللي هي سكيدول فيريانس عباره عن ايرن فاليو. الايرن فاليو هي بادجت كوست اوف ورك بيرفورمد، دي العنصر الاساسي اللي تسمى باسمها الايرن فاليو ناقص الايه الايه البروجكت ايه في سكيدول الايرنت فاليو، الايرنت فاليو ناقص البروجكت فاليو او دي واحده البادجت كوست اوف ورك سكيدول اللي هو الفاليو اللي موجوده بلاند فاليو، البلاند فاليو اللي هي بادجت كوست اوف ورك سكيدول اللي هي بلاند فاليو، ودي بلاند فاليو يعني الايرنت فاليو ناقص بلاند فاليو هي ايه هتديني ده الاس بي اي نفس القيم دي، بس احنا هنا استعملنا خلاص يبقى البلان فاليو اللي هي السكيدول فاليو يعني هو ايه وناقص الايرن فاليو. طيب هنا الايه الكوست الكوست فاريانس، هنا الكوست فاريانس كان سكيدول فاريانس الكوست فاريانس الكوست بقى عباره عن الايرن فاليو اللي هي قلنا برضه البادجيتد كوست اوف ورك بيرفورمد ناقص الايه الايه الاكشوال ايه فاليو، يعني دي الاكشوال كوست فول اللي هي الاكشوال فاليو ما بقاش بقى كذا، ودي الايرن فاليو ناقص ايه الاكشوال فاليو. الايكويشنز دي اللي هي شغاله دلوقتي واللي هتلاقيها في كل حاجه. يبقى الايرن فاليو عباره عن ايه؟ الايرن فاليو هي بادجت كوست اوف ورك بيرفورم، الاكشوال فاليو اللي هي الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورم هي نفس الموضوع بس دي المسميات القديمه اللي هي كنا بنشتغل عليها من زمان قوي او بطاله الكنترول. يعني البلان فاليو اهي عباره عن ايه بادجت كوست اوف ورك ايه سكيل. طيب ده الحقيقه اللي برضه ده كلام قديم قوي معانا بس ايه برضه ايه اكيد اكيد في ناس بتستخدمه برضه دلوقتي، لان هو ده جميل قوي مهم قوي.
ده بيعمل ايه الكلام ده؟ يعني ما اعرفش، انا بقالي زمان ما شفتش حد مطبق الكلام ده، لكن انا حبيت برضه اقول بس ابقى عارفين التاريخ ماشي ازاي، وان ده برضه ده من الكيرفز اللي هي الحلوه اللي هي توريك بسرعه مشروعك ماشي ازاي. المشروع بتاعي هنا ده الافقي ده اللي هو الايه؟ السكيدول بيرفورمانس اندكس، اللي هو الاندكس بتاع السكيدول بتاعي 1 ده البوزيتيف، يعني هو 1 بوينت حاجه بالنسبه للسكيدول فاريانس، يبقى انا ايه؟ هتبقى هنا على ده، وده الكوست بيرفورمانس اندكس هيبقى ايه؟ على ده برضه ال 1 بوينت حاجه هيبقى هنا. يبقى انا عندي الربع ده اي نقطه تقع في الربع ده هتبقى ده بوزيتيف وده بوزيتيف، يبقى الكوست بتاعي حلو والسكيدو بتاعي ايه؟ كويس. طب الربع الثاني هنمشي عكس الاتجاه معلش، الربع الثاني لو انا هنا يبقى ايه؟ السكيدول بتاعي وحش متاخر، والايه؟ والكوست بتاعي ايه؟ كويس 1 بوينت حاجه. طب ده اوحشهم بقى، انا السكيدول بتاعي متاخر اقل من 1، يعني السكيدول هنا اهو والايه والكوست اقل من 1. هنا عندنا السكيدول اقل من 1 لكن الكوست ايه؟ فوق ال 1، يبقى الكوست بتاعي كويس. طيب هنبص على ايه؟ على ده بسرعه، ده يعني ايه الكلام ده؟ انا بدات هنا عند الواحد مش الصفر، خلي بالك الواحد ده اللي هو بيمثل اول ما بدات المشروع. خلاص؟ طيب انا جيت بعمل مونيتورنج بتاعي كل اسبوع. طب انا جيت اول اسبوع او كل شهر او كل واحد وقت يعني، بس انا يعني انا بيرسونالي اي بريفير ان كل اسبوع لازم هذا الكلام يتعمل بدقه شديده، وممكن اتعمل كل يوم بس انا مش عايزين ايه؟ برضه ان احنا الناس ما تهربش مننا وما تزعلش مننا يعني. كل اسبوع ماشي هعمل ايه؟ هحسب الايه؟ السكيدول بيرفورمانس اندكس. وهعمل ايه؟ الكوست بيرفورمانس اندكس. الاقي السكيدول بيرفورمانس اندكس هنا 1.3. والكوست بيرفورمانس اندكس فين؟ على 1.2، يبقى انا عملت النقطه واحده. ماشي الحال؟ طيب الاسبوع اللي وراه او المرحله اللي وراه لقيت ان السكيدول بيرفورمانس اندكس 1.1، انا لسه كويس. يعني كبرفورمانس كويس، بيرفورمانس في السكيدول او في التايم كويس، لكن اقل من الاول. خلاص؟ وعند الكوست بيرفورمانس اندكس احلى بقى 1.7، يبقى انا هطلع من النقطه دي للنقطه دي. بعد اول شهر وصلت هنا نقطه واحد، ثاني شهر نقطه اثنين، ورا بقى الشهر الثالث حصل معايا ايه؟ السكيدول بيرفورمانس اندكس اتصلح بقى 1.4، والايه؟ والكوست بيرفورمانس اندكس نزل شويه بعد ما كان 1.7 بقى 1.6. مش حلو، جيت هنا. طب جينا الشهر اللي وراه لقيت نفسي جيت هنا، يبقى انا حصل عندي هنا ايه؟ مشاكل خلتني انزل هنا. صح؟ عند هنا في ايه بقى؟ ان دلوقتي السكيدول بتاعي باظ، انا التايم بتاعي باظ، يعني حصل معايا مشاكل في الحته دي خلت السكيدول البرفورمانس بتاعتي في التايم باظت مني. فانا هنا ايه؟ ابقى اول نقطه اربعه دي بتقول لي خلي بالك انت متاخر في الايه؟ في السكيدول. انت كويس في الكوست، انت كويس في الكوست، عندك ال 1.4. خلاص؟ طيب اروح انا ايه؟ بحاول اظبط نفسي، اروح عم يحصل ايه؟ نزلت في الكوست شويه. خلاص؟ لسه يعني لسه ما حققتش نجاح كامل، الكوست نزلت فيه شويه والتايم برضه اتاخرت فيه شويه تانيين، يعني دي النقطه دي اوحش من دي. طيب اروح انا عامل ايه؟ نازل تاني هنا، انا عمال بقى ايه بقى؟ عندي مشكله دلوقتي، يعني انا في التايم ده وفي التايم ده وفي التايم ده، يعني التايم ده والتايم ده، وبدات ايه؟ بعالج نفسي حته حته. لما جيت هنا ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل هنا بقى؟ ان الكوست بقى وحش اهو تحت اهو، والايه والسكيدول بقى وحش. يعني دي اوحش نقطه في المشروع اللي هي النقطه السادسه اللي هي سادس متابعه. والكلام ده وارد، نخلي بالنا يعني في حاجات كتير جدا في المشروعات. عشان كده المتابعه الاسبوعيه او اليوميه المتابعه دي من اهم حاجات في المشروع، لان انت لو عملت برنامج الزمني زي ما بيعملوا ناس كتير قوي ويقول لك انا بقى ايه بقى انا العقد بتاعي فيه ان اقدم برنامج زمني. انا مش مكتوب في العقد انت تتابع، مكتوب طبعا انك تعمل الريبورت بتاع، بس الناس بقى ايه مش حاسب اهميه المتابعه، وهنفهم الكلام ده ليه واحنا ماشيين. طيب
اروح هنا بقى بدات ايه، انا حاسس ان انا خلاص انا غرقت. فبعمل ايه، عملت جهد كبير جدا جدا جدا، خليت ايه، صلحت الايه السكيدجول، انما الكوست لسه ايه ما تصلحش، ماشي الحال. طب اللي وراه بقى، جيت انا رحت جاي فين، في تمن اسبوع او في تمن شهر او في تمن، لا لا، صلحت السكيدول بتاعي. السكيدول بتاعي بقى يعني ايه 1.6 حاجه اهو، بقى انا بقيت انا ممتاز بقى في الفلاي. يعني لحقت نفسي في المرحله دي وبعالج، بعرف ايه المشكله وبحددها وبظبطها وعلاجها ايه، عشان الاوفر تايم بقى دي او الماضي اصلا ان انا بس السكيدول اتصلح. وفي نفس الوقت الكوست برضو عرفت تسيباتي فين، والكوست وصل معايا لكام؟ 1.2. يبقى انا صلحت الايه الاثنين. اخر خطوه بقى، هذا ما بنقول ايه، اي سباق في الاخر بيبقى فيه ايه شويه، يعني اي واحد في الجري في السباقات بتلاقي في الاخر بيحصل ايه، اللي بيلعب سباق يحط وشه في الميه وتخ تخ 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 خالص، وهو جه هنا ايه حط وشه في الميه وقدم بقى عشان يصلح السكيدول ويصلح ايه الكوست بتاعه. عرفنا اهميه الكيرف ده، الحقيقه مش بشوش كتير دلوقتي في بروجكتس، بس يعني ايه، بس ده هام جدا، وهم جدا ان يبقى قدام عين مدير المشروع وقدام عين برضو الابر مانجمنت، عشان يبقى عارف ايه المشروع ماشي ازاي ومشاكله ايه في حته كيرف او في حته صفحه شكلها يعني مش ما ينمش على حاجه، لكن دي بتدي لك تاريخ المشروع كان ماشي ازاي، كوست وتايم. ارجو ان يعني احنا نكون يعني ايه ماشيين، يعني ايه الموضوع احنا مبسطينه، بس التبسيط اللي هو ايه لا يخل بالاداء، وبالعكس يعني عشان يعني انت تبقى عارف انت راجل مدير مشروع، تبقى فاهم البلانر بيعمل معاك ايه او المونيتورز بتشتغل معاك ازاي او الى اخره. طيب هنا بقى هنقول بقى ايه اللي بيحصل، ايه اهميه القيمه المكتسبه فاليو الايرن فاليو في متابعه المشروع. لا تقل متابعه المشروع اهميه عن تخطيط المشاريع. ما انا لو ما تابعتش التخطيط اللي انا عامله، يبقى انا التخطيط ده ما يعني ما يعني زقلته، لان انا يعني ايه خططت ما نفذتش. يعني انا قلت ان انا هنزل مثلا، لا في الحاجات الصغيره انا هنزل هاخد تاكسي واروح الشغل، نزلت ما خدتش تاكسي، قعدت ادور بقى على مواصلات وعلى مش عارف ايه بتاع هتاخر، يعني ما تابعتش نفسي بقى ان انا كنت المفروض اعمل ايه. فالمهم ان انا اللي خططته انفذه، يظل عندي يفضل عندي ايه بقى، ان هل اللي انا خططته اصلا تم تنفيذه بالكوست اللي احنا اللي انا خططته اصلا ولا لا، وهل انا بالنسبه للتايم اللي انا خططته ده طبقا للتايم اللي انا كنت اللي انا كنت حاسبه ولا لا، وابتدي اعوض في السكه. تمام، فدي ايه خلاص. لان انا حسيت ان احنا فوتنا، هي دي مهمه قوي. لا يفيد تخطيط المشروع شيئا اذا وصلنا وقت تسليم المشروع للجهه الطارحه ووجدنا اننا عاجزون عن تقديم المنتج او الخدمه نظرا لعدم احتياجاتها وضياع كثير من الوقت او صرف كثير من الاموال. في ناس تفضل نايمه والمالك يفضل نايم والاستشاري يفضل نايم، لا يعمل تقارير يوميه ولا يعمل متابعه ولا يعمل اجتماعات ولا يعمل ويجي قبل انتهاء المشروع كده باسبوع ولا بتاع يقول لك ايه المشروع جاي هيخلص بقى هسلمه الاسبوع الجاي. خبر اسود، يبتدي من اول يحس او يفهم يعني ان هو في ورطه، يبتدي يجري ويرمح. طبعا ده احد الاسباب الرئيسيه في ايه؟ في فشل او في عصر المشروع. هو ممكن يخلص الاسبوع ده بس على حساب ايه بقى؟ على حساب الكواليتي، على حساب الكوست، لان طبعا لو هو بيشتغل مثلا 20 عام بس الموقع عايز له 60، لو اشتغل شيفت واحده لا عايز يشتغل 2 شيفت 3 شيفت. يعني القصد ان يعني ايه؟ ان لو الموضوع ماشي منتظم من الاول خالص والبلاننج، احنا اتكلمنا عن الموضوع ده برضه في المحاضرات اللي فاتت او في الوقت اللي فاتت، لو بلاننج اتعمل بشكل مظبوط وبشكل عملي وبشكل بحسابات مظبوطه وبخبره مظبوطه وبتقييمات مظبوطه وبحسابات مظبوطه ونفذت وتابعت التنفيذ وعالجت المشاكل وانا ماشي، هلاقي نفسي ايه المشروع اتعمل كويس. طيب لا يفيد تخطيط المشروع شيئا اذا وصلنا وقت تسليم المشروع للجهه الطارحه
ولا احنا مش عارفين لا نسلم المنتج ولا نسلم بقى اول اخر. خلاص. طيب، يقدم نظام اداره القيمه المكتسبه الاون انفايرمنت سيستم اهدافها اعلى لمتابعه المشاريع. بيكلموها تربط، تربط بين ايه؟ الانجاز الفعلي للاعمال المخططه ضمن المشروع مع الزمن الذي انقضى والتكلفه التي تم صرفها مقارنه بالمخطط المشروع الزمني المالي. انا بقارن يعني عند اي نقطه انا وقفتها بعد اسبوع، مره بعد اسبوعين، مره بعد شهر، مره بعد ثلاث اشهر، عند النقطه اللي انا فيها انا كنت مخطط هخلص شغل قد ايه؟ في وقت قد ايه؟ كنت مخطط ايه؟ وايه اللي انا او ايه اللي انا نفذته؟ ايه الاكشوال بقى؟ بدل ما انا كنت مخلص ان انا هخلص مثلا 100 وحده مثلا، خلصت 90 بس. بقيت متاخر في الايه؟ في التايم. ماشي؟ طيب الكوست، بدل ما كنت هعمل ال 90 دول الباندا مثلا ب 100، يبقى 9000 وحده. لا، ده انا خلصته بايه؟ ب 10000 وحده. يبقى انا الكوست بتاعي ايه؟ خسر مني. يبقى انا محتاج ان انا بقى ايه؟ الطريقه دي على بساطتها لكن بتديني اندكس انا ماشي صح ولا ماشي غلط، ولا سعر فوق ولا تايم، لان هو عاده التايم والكوست هم دول ايه اهم حاجتين. طبعا الكوست دي هنتكلم فيها كتير، وعارف ده دايركت كوست والاندايركت كوست والمارك اب، كل الكلام ده من اخره، وممكن نرجع تاني له في اللقاء اللي احنا عملناه، وكانت مفيده يعني. طيب الاورن فاليو مانجمنت سيستم اهداف على متابعه المشاريع اللي كانوا تربط بين الانجاز الفعلي للاعمال المخططه من المشروع مع الزمن الذي قضى والتكلفه التي تم صرفها مقارنه مع اي خطه مشروع زمنيه ومالية. انا عامل بلان سكيدول والكوست او بادجت للكوست، وبقارنه بقى ايه عند كل نقطه انا واقف عليها في نقطه انترميديت بنسميها مايل ستون بقى حتبقى بعد كده بنسميها زي ما احنا عارفين. مفهوم اداره القيمه المكتسبه ايه بقى؟ بعد مقدمه حول المتابعه والمراقبه اداره المشاريع، نعرض مفهوم اداره القيمه المكتسبه، ثم نفصل طريقه اعتماد اداره القيمه المكتسبه في متابعه المشاريع، ثم نبين ابرز الحسابات والانحرافات الممكنه. يعني كل ده احنا هنعمله يعني واحنا شغالين في اللقاء. بعد ذلك هنوضح اهميه مؤشرات الاداء الناجم عن هذه الطريقه اللي هي الايه؟ الكوست بيرفورمانس اندكس والايه؟ انا هتكلم معاها في الاول، ودي في الاخر هتلاقوا نفس السلايد دي في الاخر عشان نعرف ان احنا يعني ايه قدرنا نوفي المواضيع دي. فكره جاتني الحقيقه وحبيت ان احنا برضو ايه نبقى يعني يبقى عندنا فكره احنا رايحين فين من الاول خالص، ونبقى احنا ان احنا يعني ايه في الاخر هنعرف ان احنا وصلنا فعلا اللي احنا عايزينه. في اتخاذ القرار قبل ان نختم العرض باهميه اعتماد هذه الطريقه في متابعه مشاريع البحث العلمي والتطوير الصناعي. يعني هذه الطريقه ممكن نستخدمها في اي نوع من المشاريع، بحث علمي تطبيقي في الصناعه في الزراعه في صواريخ الفضاء في اي حاجه دي يعني، وعلى بساطتها وعلى الايكويشن بتاعتها وعلى السمبلستي بتاعتها، انما دي تتطبق على اي نوع من المشاريع. طيب، شكل المتابعه والمراقبه جزء كبير عام من مدير المشروع. احنا قلنا الفانكشنز اوف مانجمنت ايه؟ تاني بلاننج اورجنايزنج ليدنج وكنترول. الكنترول في ايه؟ متابعه ومراقبه، المونيتورنج والكنترول. ماشي؟ عمل مدير المشروع دي مرحلة شديدة يعني. خلاص؟ إذا كان المشروع صغير المتابعة مباشرة بحضور فيزيائي تمكن مدير المشروع من تجاوز كل العقبات من المشاكلات. لو مشروع صغير بعمله بعمل عمارة صغيرة مثلا 100 دور ولا حاجة أو 50 دور، بعمل كام فيلا كده حاجات صغيرة قوي. يبقى مدير المشروع أما بيجي فيزيكالي بيشوف بعينه وبيقارن ده بده يعني، الموضوع بيبقى سهل يعني. انما في مشروعات كبيره بقى، مشروعات كبيره، مشروعات بمليارات دلوقتي، مشروعات بمليارات وبقى فيها ناس كتير و الى اخره. المتابعه غير الرسميه تكون غير فعاله. يتطلب نوع المشاريع نظاما وحيدا للمعلومات تستطيع قياس المشروع بنسبه الخطوات. يعني مشروعات كبيره تحتاج بقى للكلام ده، لان هي كوشن مبسطه بس بتطبق بقى على ايه؟ على بنود كتيره جدا. لكن النهارده البرامج اللي هي بتجهز كلام زي بريمافيرا زي فاست تراك زي شورت تراك زي الام اس بروتوكول فيها الكلام ده كله موجود، ودي يعني ايه؟
مهم جدا انك تتعمل. وانا يعني برضو احب يعني اصارحكم يعني ان ما فيش حاجه اسمها مشروع ما يتعملوش تقرير اسبوعي واجتماع اسبوعي. اجتماع اسبوعي في المالك، في الاستشاري، في البي ام او وفي المقاول، لازم يكون في اجتماع اسبوعي. المشروع اللي بيتعمل فيه اجتماع اسبوعي وبنستعرض فيه كل حاجه ونتكلم عليه مظبوطه من موتورنج وكل حاجه، ده اللي هو ايه؟ ده يمكن المبدا اللي هو ايه متطبق دلوقتي في الاجايل، ان تخلي البيس بتاعتك صغيره. وبرضه دي الحاجه اللي انا بصر عليها برضه بالنسبه للشغلانه في المقاولات، الاجتماع اليومي للطقم بتاع الشغال في الموقع الكونستراكشن هام جدا، او في غير الكونستراكشن. الديلي ميتنج من اهم ما يمكن، مش ديلي ميتنج عشان نخطب والناس هو يجي مدير المشروع بقى يقعد يفهمهم ايه والحكايه والروايه واحنا اصلنا واحنا، لا. الميتنج المفروض ان الناس اللي انا جايبها عشان بدير المشروع ان انا بسمع منهم اكتر وبكلمهم اكتر من بقول لهم. طيب، المعروف ان المتابعه والمراقبه هي اقصى المواضيع التي لا يتم التركيز عليها في اداره المشاريع. اللي هي ايه؟ المتابعه والمراقبه اللي هي المونيتورنج والكنترولنج. ليه بقى؟ الناس بتحاول تهرب منها في قطاع المقاولات او في اي قطاع، لان هي بتحمل يعني هي بتعني ان انت بتراجع بتشوف الناس نفذت ولا ما نفذتش، ونفذت قد ايه من اللي كان مخطط، او صرفت قد ايه من اللي كان مخطط. فايه ده نوع من ايه؟ فاهمين ان ده تحميل مسؤوليه. يعني انا بدور على واحد عشان احمله مسؤوليه الغلط على المشروع، ده كلام مش مظبوط. ده يعني لو انا عندي النظام عامله صح وعامل الموضوع عامل كده مظبوط، اي واحد هديه محترف وتحطه في المكان اللي هو المفروض يتحط فيه عمره ما شاف هيجرى له حاجه. انما الناس اللي هي يعني ايه مش مقدره يعني اهميه الاداره، او مش مقدره اهميه المتابعه، طبعا ايه مش هتبقى مبسوطه قوي لما تقول تروح شوف انت عملت ايه النهارده وبكره وبتاع. وانا شخصيا بيرسونالي لما ببقى في المكتب الفني، بالنسبه لي لازم كل واحد في المكتب الفني بيعمل تقرير يومي ايه الشغل اللي عمله وخد منه وقت قد ايه. وده بيفيد جدا. مش المكتب الفني، انا المكتب الفني عشان هو ايه الحته الوحيده اللي محدش برضه بيفكر فيها يتعمل فيها كده. انما انا يعني جاما بعمل هذا الكومنديشن لان ده بيفيدني في حاجات كتير جدا. اولا ببقى عارف مين اللي عمل الحاجه. نمره اثنين المعدلات قد ايه. نمره ثلاثه الانتاج قد ايه. طيب، موضوع ارضيه يعملون ضمن بيئه العمل ان تتمتع بنظام متابعه فعال لا يستطيعون التخيل امكانيه اداره المشروع من هكذا نظام. انا شخصيا ما اقدرش اتخيل مشروع ما فيهوش يعني اللي بيعمل المشروع اللي بينفذ مشروع وما عندوش المتابعه الفعاله ده عبقري. ده لو نجم عن مشروع يعني يبقى عبقري. يعني عنده حاجات يعني احنا ايه حاجات قدرات بقى الهيه وقدرات يعني احنا ايه ما مالناش فيها. ما فيش حاجه اسمها مشروع يتعمل من غير ما يبقى فيه متابعه ومراقبه تتاكد تماما ان سير المشروع صح. فهم يستطيعون التحسس فوق هذا النظام على الصعيد الفردي وعلى الصعيد المؤسسي ككل. ان من يعارض مثل هذه الانظمه المتابعه او يقللون من اهميتها يضيعون فرصه عليهم ليصبحوا مدراء اكفاء. دي نقطه مهمه جدا. وده احنا بنقوله. امال احنا بنقول ليه؟ رود ماب تو بي انترناشونال بروجكت مانجر. ليه؟ لان انت لو ما عملتش كده اي هتتكشف. يعني اي شركه يعني شغاله وشغاله مع اي مانجمنت سيستم بقى باي ميثودولوجي بي ام بي ببرنس 2 بالكور اوف انجينيرنج سيستم باي ميثودولوجي في العالم كله او اخره، هو بقى بيعمل الحكايه دي. خلي بالنا هم الفور فانكشنز بيعملوا تحمل على الفور ريسورسز عشان يخلص مشروعه ببساطه متناهيه. وكل الناس في العالم بتطبقه كده، بس واحد بيطبقها بالعربي، واحد بيطبقها بالانجليزي، واحد بيطبقها بالفرنسي، واحد بيطبقها بالكوري، واحد بيطبقها بالياباني. انما هو كل المواضيع كلها نفس هي. ما حدش اعتقد ما فيش عبقريه. خلي بالنا يعني هي موضوع منهج ونهج وكالتشر وعلم. مش احنا مش بنتكلم في حاجه يعني ده يعني حتى اما تبص على كنت على بروجكت مانجمنت الكبار هتلاقي اول مشروعات بيتكلموا عليها
تعتقدوا ايه؟ مشروع الاهرامات، مشروع ثلثي العظيم، ادمانه ازاي؟ بيقعدوا بقى ايه يتخيلوا بقى ويقولوا ان المانجمنت بدا من زمان يعني. وانا رايي الشخصي، استقرائي الشخصي، ان المانجمنت ده فطره ربنا خلقها فينا وخلقها في جميع مخلوقاته، حيوانات وطيور وحشرات وكل حاجه موجوده عندنا كلنا من اخرنا. واللي بقى اللي شاطر اللي هو يعرف يستغلها صح، او يعرف ان هو يتقدم فيها صح ويتعلمها صح ويطبقها صح. فهم يصلون التحصص ايضا على الصعيد الفردي وعلى صعيد المؤسسه ككل، نكون نوازن قليل كذا وضعين فرصه على المبادئ المدنيه. يعني اللي يقول لك احنا يعني خسرانين ايه ولا خسرانين ايه، ما احنا طول ما لنا شغالين كده هنقعد نتفلسف بقى، وتقول لي بريمافيرا وتقول لي فاست تراك وتقول لي شيل تراك وتقول لي بيم وتقول لي كونتراكت مانجمنت وتقول لي بروكيورمنت وتقول لي، يعني في ناس يقول لك ما احنا شغالين بقى لنا 100 سنه ما عرفتوش الكلام ده كله، انتوا جايين تتفلسفوا علينا. اقول له لا، احنا يعني اتخرجنا كنا بنشرب سلايد رول، لما مسكنا كالكوليترز اللي هي دلوقتي يعني لو اشتريت ب 10 جنيه عيش بيديها كالكوليتر عليها، طلعت واحنا بنشتغل، بعد كده برنامج الكالكوليتر، بعد كده طلعت الكمبيوترز بقى، لغايه ما وصلنا لمحل دلوقتي انك كنت قاعد في بيتك تقدر تتابع مشروعك لو هو في امريكا. فيعني ايه يعني محدش يعني ايه يتمسك باي حاجه حتى لو اعتقد ان هو كان ناجح فيها يعني. حتى لو اعتقد ان هو كان ناجح فيها. لان العلم النهارده بيتقدم تقدم رائع، وبيدي للناس الميثودولوجيز كلها حلوه، وبيدي يعني بيسهل اي حاجه، وعايزين نستغل هذا الكلام والكالتشر والفكر بتاعنا كله يتغير. ما بقولش لا، ده انا ما حدش يحجر نفسه. طيب كل ما هذه الازمه نتوقع لكل اهميتها ولنا فرص على المستقبل، وربما يضيعون فرصا كبيره على مؤسساتهم. وده قابلني كتير، قابلني كتير قوي، قابلني كتير قوي قوي قوي. ادخل مكان يا اخوان في الاوريجن شارت بتاعكم، ده في رفض الله، تلاقي مؤسسه طويله عريضه طويله عريضه، مش يعني سواء هنا في مصر او بره مصر او اي حاجه، والبرج بتاعها اللي هو المكاتب عمارة 10 ادوار، ولا فيها هيكل تنظيمي ولا فيها سيستم ولا فيها كواليتي سيستم ولا فيها مانجر. يعني بايه بكده؟ ما اقدرش اقول بالبركه، يعني ما بحبش كلمه البركه تتحط في هذا الكلام. هي هو ايه ارزاق وبتيجي، انما الحاجات اللي زي كده ما بتعيش مهما كبرت. ودي حاجات قدامنا كتير، حصلت كتير جدا هنا قدامنا، حاجات في مصر كتير كتير، مؤسسات كتير جدا وقعت بسبب ان هي تمسكت بالتخلف ده. بره برضه في العالم العربي شركات كانت كبيره جاك شغل بمليارات ووقعت برضه، لانها ما رفضت ان هي تغير الكالتشر بتاعها، ورفضت المانجمنت سيستم، ورفضت انها تعمل دي انجينيرنج او ايه او الكلام ده كله. مهم جدا جدا جدا، واللي عايز اي حاجه في اي وقت لا احنا الكوميونيكيشن بتاعتنا معاكم، واللي عنده اي مشكله في شركته في مشروعه في اي حاجه احنا اوريدي لاي خدمه ولا نسمع اي حد يعني. طيب تعتبر اداره القيمه المكتسبه الايرن فاليو او الايرن فاليو مانجمنت اختصارا احد اشهر هذه الانظمه التي تسمح بمحاوله المشروع. احنا شفنا هل في حاجه ده كلهم يعني ثلاثه فاكتورز، منهم واحد اصلا معمول في اول المشروع، والاثنين التانيين بيتحسبوا البادجت كوست اوف ورك بيرفورم والاكشوال كوست اوف ورك بيرفورم. دول التو فاكتورز اللي بيتحسبوا في ايه في الفتره اللي عايز، في الاسبوع او في الشهر او في اليوم او في السنه او اي حاجه. فالتو فاكتورز بس الباقي اللي هي الايه اللي هو الكيرف نفسه اللي هو الايه بتاع البادجت كوست اوف ورك سكيدول، اللي هي الدياجرام اللي احنا الاس كيرف اللي معمول الاول خالص اللي هو الكوميونيشن بتاع ايه قيمه المشروع. طيب بيسمع نظام المتابعه او الفاليو ميثود بالاجابه على الاسئله ايه بقى؟ ما هو الوضع الحالي للمشروع فيما يخص الخطه الزمنيه والموازنه؟ ايه موقف المشروع؟ يعني الفاليو ايرن فاليو مانجمنت دي تعمل ايه؟ لو جيت في لحظه قلت ايه؟ المشروع ده الخطه الزمنيه ماشيه صح؟ هل التكلفه اللي احنا حاطينها التكلفه صح؟ ده اول سؤال. طيب السؤال الثاني وبرضه سهل جدا جميل جدا وبتحدد وبتسهل سهوله،
ما هي التكلفة اللازمة لإنهاء المشروع؟ يعني أنا دلوقتي أنا خلصت مثلا تلت المشروع، هل تقدر تعمل لي جيشن كده واستيميشن المشروع ده هيخلص بكام؟ طبعا وفي كذا طريقة وحنبين وهنتكلم عليها واتكلمنا عليها من كوست مانجمنت، بس هنقولها بسيطة جدا. متى سينتهي المشروع إذا بقينا نعمل بنفس الوتيرة؟ لو أنا مشيت بنفسي نفس الكلام اللي أنا ماشيه، إمتى هخلص؟ أنتوا شفتوا الدياجرام اللي كان فيه السكيدول اندكس والكوست اندكس اللي هو ده وده، هل انا لو مشيت بنفس الوتيره دي هخلص؟ طبعا لا، لو انا ما صلحتش نفسي، لو ما عرفتش الجابس اللي عندي بينه وصلحتها، هل هناك مشاكل محتمله يجب حلها الان؟ فدي اربع اسئله مهمين جدا عشان ايه نظام المتابعه بتاع الاوروبي. طيب لسه، ما هي اسباب التاخر الزمني والمالي؟ ما انا عشان اعرف يا زي ما انتوا فاكرين الكيرف اللي شفناه اللي هو التو اكسس اكسس الكوست فارينس والسكيدول فارينس. طيب ايه اسباب التاخر الزمني والمالي؟ لازم اعرف احلل. يعني انا لو اجي، على فكره الكلام ده مش كلام كتب ولا كلام نظري، كلام ده بص مشروعات بس في الشركات اللي هي شغاله فعلا بتعمل اطار، خلي بالك. فايه اسباب التاخر الزمني والمالي؟ اتاخرت ماليا ليه؟ اتاخرت تاخر زمني ليه؟ هل انا الريسورس اللي انا جبتها وما حققش الانتاج؟ يبقى في حل للمشكله، يبقى انا يا اما حسبت اصلا غلط ما حطيتش الريسورس صح، يا اما ما كانش في كنترول على الشغل ده في الموقع. يعني بيبقى في حاجه، يا اما ان انا عملت استيميشن غلط، يا اما انا نفذت غلط. بالخلاف يعني مش غلط، يعني ده مختلف عن ده، يبقى لازم اعرف تاخر مالي. طب هل المالي، هل المالي هل هو يعني اوفر كوست ولا اندر كوست ولا كويس ولا مطابق ولا ايه؟ برضه ايه اسباب الزياده في الفلوس؟ هل انا كنت برضه يا اما اشتريت حاجه بالغالي وهي كانت اصلا رخيصه، يا اما اصلا لما جيت اقيم قيمت غلط. يبقى انا لازم كل جنب مشكله زي النقط بنقول على شكل اهميه الكيرف اللي احنا بنعمله، اللي بيبين لي انا فين، انا فين، وكل نقطه بكل كيس بقى، كيس باي كيس بنحلل بقى ليه الزمن بتاعي اتاخر، او ليه الكوست بتاعي زاد، او ليه الكوست بتاعي قل، عارف ده ايه ده ايه. ما هي كميه العمل اللي حصلنا عليها مقابل ما انفقنا من اموال؟ دي الايرنز فاليو اللي هي بادجت الكوست اوف ورك بيرفورمد، احنا صرفنا قد ايه عشان ناخد الشغل اللي احنا كنا مخططينه. خلاص على يعني الفلوس اللي احنا خططناها دي، كميه العمل اللي حصلنا على ايه مقابل اللي احنا انفقناه، يعني كومباريزون. اذا كنا نصرف اكثر من المقصود حتى الان، هل يمكن ان تنقصنا الاموال مع نهايه المشروع؟ اذا انا دلوقتي لازم ابص برضه، يعني في الكاش ان والكاش اوت، فالميثودولوجي برضه دي ممكن تحدد لي هل انا الصرف بتاعي نقدر نقيم بالظبط، هل الترند بتاعي ان الكوست بيزيد ماشي ماشي غالي يعني ماشي بيزيد ولا بيقل، وبناء عليه احنا بنعمل الترند النهائي على اساس ان statistics. لو انا ماشي بمستوى ثابت يعني ايه 1.1 1.1 1.1، يبقى انا المشروع بتاعي هيوصل 1.1 في الاخر بالنسبه للكوست مثلا او بالنسبه للسكيدول. خلاص لو انا لقيت في عملت تحليل بشكل او باخر واخليها 1.2 مثلا للسكيدول او للسكيدول اندكس او الكوست اندكس، يبقى انا احسن. فدي يعني ايه، هي يعني حاجات بسيطه لكن مؤثره جدا على البرفورمانس بتاعت المشروع كوست. طيب هل من الممكن تحديد المشاكل المحتمله في الفترات الاولى ومعلومات حلها مستحيله؟ انا رايي وده كان قلته بس مش مؤمن كتير، ما اعرفش زهقتوا مني ولا لسه. المشكله اللي تظهر لي النهارده، لو حلتها النهارده مش هتكلفني حاجه، لو باتت وحلتها بكره هتكلفني جزء، لو سبتها لبعد بكره هتكلفني جزء اكبر، اللي بعد بعده جزء اكبر واكبر، لو سبتها الاسبوع اللي جاي ممكن ما ينفعش تتحل. فنخلي بالنا لازم يبقى في يعني ايه تحديد المشاكل يوم بيوم. عشان كده بقول في قطاع المقاولات لابد من الاجتماع اليوم، ما بحل مشكلتي في يوميها تبقى الموضوع تبقى ممتازه ورائعه. انما لو اتاجلت انسى، اللي هو قال الفوات الاول خلاص حلها مستحيله، بتوصل لدرجه استحاله. وبيضطر ان العميل مثلا ياخد يعني نتيجه الشغل بتاعته نوت ان تايم،
يقوم يعمل عليه غرامه تاخير نوت ان كوست، بقى نفسي صرفت عليها اكتر من انا كنت اصرفه، او الكواليتي مش متفق عليها، هيطلع من اللي يقبل. وبنفس الطريقه هيضطر يعمل لك ايه؟ ياخد يقصرك بقى. يعني انت دي الحاجه، انا متفق ان انا هاخد حاجه كواليتي معينه وانت ما فيش فايده منك كمقاول، وديتني الكواليتي اللي هي اقل، هضطر بقى ان انا انزل النسبه، هتبقى نقط خلاف ونقط مشاكل، تخش بقى في ايه؟ في قضايا وفي قصص كتير يعني. ممكن الاجابه على هذه الاسئله تعتمد الدرجه الاولى على دقه المعطيات التي تستخدم في مدخلات فرد الاورنبرج ميثود، وتكون هذه المعطيات زمنيه وماليه وفعلا. يبقى دقه المعلومات يعني هي مش ميثودولوجي ان انا عمال بحسب واضرب اعمل وبس، لا، لازم تتعامل صح، لازم، وتتعامل باحتراف، وتتعامل بناس عندها خبره. يعني كل مكان يعني دايما، يعني انا معايا كمبيوتر اي 7 وفي مش عارف ايه، وفي ما عندي البيم وعندي البريمافيرا وعندي قصدي من اول خيرها، وانا مستوى ضعيف، هيبقى الكلام ده كله زي اللتر. انا ممكن واحد شاب من الشباب الجمال دلوقتي وعارف البيم كويس قوي، يبقى معاه كمبيوتر مش لازم يبقى عالي قوي، لكن ايه، على قد الشغل اللي بيعمله يطلع شغل عبقري. فزي ما كان بيقولوا عمرنا بنتعلم واحنا شباب، مش مهم العربيه، المهم مين؟ السواق. الايرنت فاليو بقى ايه؟ تلقى رواج خبير دي الاصل الاسباب التاليه، يعني طريقه ديناميكيه، يعني مش حاجه ثابته، لا، انت يعني على طول شغال، حسابات شغاله اوتوماتيك. هي بسيطه، مش شغاله اوتوماتيك، ممكن تشغلها كل يوم، مش كل ساعه، كل اسبوع، يعني اي يونت اوف تايم تقدر تشتغل عليها يعني. تقدم تقييما متزامنا ومركبا لكل من الوقت والتكلفه. يعني الوقت والتكلفه مرتبطين ببعض، فالتقييم هيبقى ايه؟ متزامن مع بعض، متزامن ومركب من بعض، تايم والايه؟ الكوست. طيب، بتقرر تقارير، تقدم تقارير متكرره. نورمالي رجائي لكل اللي عايز يشتغل اداره مشروع صح، لا يتنازل ان يبقى عنده ويكلي ريبورتس كورس لكل حاجه، للاعمال، للريسورسز، لكل حاجه، لكل حاجه، ويقارن الكلام ده بالمخطط. لازم استخدام نظام مؤتمت الايرن فاليو موجوده في الكوره طبعا، في السكس طبعا دي مرقه الدنيا بافضلها يعني، يسمح بانتاج تقارير يوميه اذا تطلب المشروع ذلك. انا رايي لازم تطلع. لازم تقرير يوميا، لازم، لان زي ما اتكلمنا كده قلنا ان المشروع بينتهي، معرض ان يحصل فيه كليمز سواء تايم او كوست او كواليتي، فالتقرير اليومي هي اللي هتبين هذا الكلام. اللي ما بيعملش هذا الكلام وهذا النظام، احنا اتكلمنا اعتقد في الدوكمنت كنترول، لا، عايزين نتكلم على الفايلنج سيستم برضه ان شاء الله، يبقى في لقاء على الفايلنج سيستم عشان ايه؟ نعرف الفايلنج شغاله ازاي. طيب، ناس تسمح بمتابعه قيمة العمل وكلفته وتقدم تقارير دوريه حول الربحيه. عشان كده بقول لكم على حاجه، الايرن فاليو ممكن تشتغل اما ممكن الاسعار بتاعت العميل. خلاص؟ هتقدم لي الايه الكلام ده كله. بس مش هتديني بقى ايه؟ الكوست مانجمنت مظبوط. لان الكوست مانجمنت انا بتكلم على تكلفه. الطريقه الثانيه بقى اللي هي بتتعمل برضو، يعني كلنا شفنا هذا الكلام كله في حياتنا يعني، وعملناه بايدينا برضو من كل حاجه. الطريقه الثانيه ان انا والله انا كشركه المفروض ان انا عندي ايه؟ بكسب مثلا بمصاريفي بقى الى اخره مثلا 20%، تقوم منزل 20% من قيمه الايه؟ البنود بتاعت المؤسسه، وتعمل كل الايه؟ السيستم بتاعك عليها. بس الحاله دي برضو انت مش هتقدر تولي المالك او لاي حد، اي حد بره الايه؟ بره المؤسسه بتاعتك. انت كده بتكشف نفسك، بيعرفوا ان انت مثلا ما بتحطش 20% كذا، المفروض يعني ايه؟ يعني ما يعني دي حاجه تانية. الحاجه الثالثه بقى، ودي ده البست، ذا بيست واي، واكثر حاجه ساينتفك واكثر حاجه بريسايز. ودي بتكلم برضو عن 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 حقائق وعن شغل اتعمل، انك بتعمل هذا الكلام على الاكشوال كوست، البادجت كوست والاكشوال كوست. البادجت كوست اللي هو ايه؟ مش حتى السعر اللي انت اصلا كنت عامل، انت لما بتيجي تعمل اسعار مشروع بتعمل بريك داون، بتعمل دايركت كوست، وبعدين بتحط الايه؟ الدايركت كوست كله بقى، من باور ماشينري وماتيريال وكام من الاخر، بتحط الاندايركت كوست
نفس القصه بقى بكل حاجه. وبعدين ايه في الاخر بتروح مجمع ده كله، وبعدين مزود الايه النسبه بتاعت المشروع، وبعدين النسبه بتاعت الشركه، وبعدين تحط الماركه بتاعك انت في الاخر على كلام ده كله اخره. وده موجود في الايه في اللقاء اللي فات. طيب انا ما اجي اعمل الكلام ده بقى هيقول هنا ايه كاب متابعه القيمه العامه وتقل كلفته وتقل دوريه حول الربحيه. انا لو بشتغل على البادجيتد كوست، البادجيت كوست ده بعد ما باخد المشروع، انا بتكلم كلام ده على التجارب برضه. ما بروحش جايب ايه، انا كنت مثلا كان عندي شغل جايب مقاول باطن، مقاول باطن كنت بتكلم معاه على ايتمز مجموع الاعمال اللي واخدها دي مثلا سي 100000 جنيه خلاص، 100000 جنيه خلاص ده كان الاستيميشن بتاعنا واحنا بنشتغل. والله بنجيب المقاول ده خلاص دلوقتي ايه زي ما بيقولوا في الامثله البلدي وقت الكاش الغالي يبقى ببلاش. والله احنا بنعمل استيميشن على 100 او اخر، هل نقدر ننزل شويه؟ لو هو ممكن يقول لك لا ده انا هزود لان حصل كذا 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 في السوق لازم يزيد خلاص. الحاله دي بقى لازم يبقى في ايه؟ نيغوشيشن بقى ونص حاجه لو لان انت ممكن يعني هو مالوش ذنب، هو متفق معاك وكل حاجه ممكن يلتزم معاك لو هو قوي. انما عاده الحاجات لما بتبقى حصل يعني خارج اراده دي، ده شغل بقى اللي هو الايه؟ الكونتراكت مانجمنت. واضح ان شاء الله هنتكلم عليه بالفرصه، نتكلم عليه ان شاء الله. ممكن اداره المشروعات مش تخصص، اللي عايز يعرف كونتراكت مانجمنت وكليمز والكلام ده كله الدكتور شريف الهجان موجود وراجل عظيم يعني وما تسيبوش. ف هنتكلم عليه برضه وجهه نظر اداره المشروعات. فالمهم فبتسمع قيمه كلفته وتقارير دوريه حول الربحيه، ابقى عارف يعني هي بالميثودولوجي دي ممكن نبينها، ممكن تعرف. انا والله انا البادجيتد كوست بقى هنا بقى بادجيتد بقى بجد، ان انا بعد ما باخد المشروع بقعد اعمل بقى ري استيميشن البادجيتد كوست، وهي دي الاساس لايه للشغل. والبادجيتد كوست اللي بقارن بيها الايه؟ الكوست كنترول. يعني ممكن اتواضع بقى عن الكلام ده عشان خاطر التقارير اليوميه والكلام الشهريه وكان كله مع المقاول او مع المستشاري او مع المالك، لكن انا كشركه لازم اعمل بادجيتد كوست بعد ما يرسى عليا المشروع، وبناء عليه ان انا بعمل الايه؟ الكوست مانجمنت بتاعي. ما عملوش بقى كده وخلاص، او ما عملوش على اساس السعر بتاعي او اي حاجه. خلاص؟ طيب تولد تقييما دقيقا عن التكلفه الناجمه عن التاخير. لو انا عندي تاخير بقدر اقيمه، يعني انا مثلا بشكل او باخر مثلا حتى لو هو بوزيتيف. بمعنى ايه؟ يعني جه مثلا المالك وكلفني مثلا بشغل مثلا 25%، ما هو من حقه شغل 25%، ال 25% دي اعمال بس مده المشروع ما تزيدش، يعني من حقه خلي بالنا. يعني طبقا للعقود عاده ان في 25% مثلا في الاعمال ممكن اضافتها او 25% نقص، فزياده او نقص لها تكلفه. لو انا جاتني زياده في الـ في الـ في الـ في الـ في اسمه ايه ده في الـ في الـ 25% هضطر ان انا ممكن عشان اخلص في نفس الوقت ان انا اعمل ايه؟ شيفتات معينه، او ازود مثلا ايه مقاولين باطن، او الجا لطريقه هتكلفني اكتر شويه من الكوست اللي اصلا مقيمه. صح؟ طيب لو انا بقى ايه شالي 25% يبقى انا حجم الشغل اللي انا كنت محمله على الـ على الـ على التوتال كله اللي انا كنت هكسبه، لا بقى متحمل على ايه؟ على ثلاث ارباع، يبقى انا ضاع مني ايه؟ 25% من الايه؟ من الكوست. معلش الكلام ده طبعا يا رب نكون يعني عايزين نوصله ومصحصح له، لان ده كلام برضو ايه؟ عايز شويه يعني تركيز شويه وشويه يعني يلا. هي الساعه بقت كام؟ احنا برضو كالعاده باخركم معايا الساعه 8:30 و5 و7 و8. طيب تسمع بمتابعة قيمة العمل وكلفته وتقدم تقرير دورية حول الربحية، تولد قيمة دقيقة التكلفة الناجمة عن التأخير، لو أنا اتأخرت هيبقى في تكلفة قد إيه؟ تسمح بإجراء تحليل تفضيلات التريد أوف، إذا كانت عميزة معينة من أجل الحصول على أخرى. يعني أنا هلاقي إن أنا عشان أسلم في معادي يبقى في كومباريزون، ما هل أنا أخلص في معادي
واكلف اكلف شويه زياده في تكلفه الشغل، ولا احسن لي يتخصم مني مثلا ال 10% بتوع الزياده اللي جاتني واتاخر؟ هنا دي الحسابات، خلي بالك دي الحسابات اللي هي ايه، في مستوى اعلى شويه من ايه، من اداره المشروع. يعني هو دي المشروع المفروض يعرف ان هو يبقى فيه ايه تريد اوف، اللي هو تفضيلات. يعني هل احسن لي ان انا زي بعض اسيب التايم بتاعي هي يتاخر اسبوع، انا المفروض اعتقد كل اسبوع 1% وحاجه تبع العقد، يعني هل ال 1% دي احسن ان انا خلاص اخلص اسبوع وتتخصم 1% تتخصم، ولا ان انا اخلص اون تايم واكلف مثلا ممكن اكلف نص في المية ويبقى انا وفرت نص في المية مثلا؟ يعني المواضيع اللي هي التقدير دي عشان ايه، تاخد قرار وتدخله في حساباتك مظبوطه، واهم قرار فيهم اظبط. يعني كان كله بسيط على فكره، اللي حاسس بصعوبه ولا حاجه ممكن تريز هاند واحنا تحت امره. يعني ماشي يا باشمهندس محمود، باشمهندس محمود. طيب ماشي، ايوه حضرتك يا دكتور. لو يعني اي حد من حقه يرفع ريز هاند، لان واضح ان احنا ايه، يعني لو في اي حاجه يريز هاند ريدي ان احنا يبقى في يعني سام ديسكاش كده في السكه، هي تطري للمسائل شويه بدل ما الناس يعني ايه، يعني احنا لو واقفين في محاضره احس بيه واعرف اللي صاحي اللي بيتابع. فاي حد عايز اي حاجه ريز هاند، ونقدر ان ايه ناخد دقيقتين ولا حاجه بنتناقش بنتكلم، بيبقى نوع من البريك حتى. خلاص مفيش حضرتك، مفيش مشكلة خالص يا دكتور. لو حضرتك حابب ناخد بريك شوية ونبدأ نعمل مناقشات ومفيش مشكلة. ما عنديش مشكلة بالنسبة لكم، انتوا اصحاب الشقة، اسأل كده شوف. احنا دلوقتي عدينا الساعة، دلوقتي احنا في الساعة ساعة و10 دقايق تقريبا. شوف ده احنا لسه يا محمود، احنا لسه قدامنا شوية، لسه قدامنا شوية. فلو عايزين ولا ايه رأيك؟ طب هو احنا خلصنا تقريبا الجزء بتاع الانت فاليو مانجمنت. هقول لك على حاجه، خلينا كمان ربع ساعه كده ولا حاجه، ربع ساعه كمان نخلص كده، نحاول نقصر ما يمكن عشان ايه، لسبب يعني كان في اكزامبل كده هنعمله، عايز في برضه نبقى فايقين. طيب الارلي فاليو مانجمنت حساب مؤشرات اداء المشروع، عمليه 4 خطوات، بنحط الخطه زي ما اتفقنا، قياس اداء وتقدم العمل زي ما قلنا، كل اسبوع او كل شهر بنعمل الكوست اندكس والسكيدول اندكس، المقارنه بين الفعلي والعملي، بين الايه البلاند والايه والاكشوال، اتخاذ الاجراءات التصحيحيه. دي ال4 خطوات اللي يعني ايه بنشتغل فيها. طيب اداره القيمه المكتسبه الايرن فاليو مانجمنت، الهدف الاساسي من هذه الايرن فاليو مانجمنت هو استنتاج اي انحراف، اي انحراف سلبي. انحراف ايجابي يبقى جميل جدا، انما انا عارف سلبي بلحق اعمله. لو كان في الكوست، انا الكوست زاد ليه؟ لو كانت في التايم انا اتاخرت ليه؟ وعمل تصحيح بتتشي بسرعه جدا. يعتبر مخطط الزمن المشروع البروجكت نتورك سكيدول، اللي هو الايه؟ اللي هو سواء على البريسيدنس اللي هي البلوكس، او على ايه؟ اكتيفيتي اون ارك او اكتيفيتي اون بتاع اللي شغال في البريمافيرا يعني. بروجكت اولا عملناها بايدينا في النموذج بتاع رحله في شرم الشيخ اعتقد في العمان، بنترك سكيدول دي كانت بروجكت بعد عن نترك سكيدول. بالقيام بالمقارنات مع اداء الفعل المشروع يمكن استخدام خطوات الجانت شارت. الجانت شارت اللي هي الايه؟ البار شارت. خلي بالنا يعني كل دي تيرمز بت ايه بت بت بتبقى معانا. الجانت شارت هو البار شارت، البار شارت العادي اسمه جانت شارت، لتمثيل هذه المحاضره المخططه بيانيا على محور زمني، وخصوصا لما تعرض نعرض نتائج الاداره العليا في المؤسسه. اذا هو المستشار عايز حاجه بالعين على طول، فلما احط له خطين، واحد مثلا البلان ده مثلا اخضر والاحمر مثلا اللي هو الاكشوال، هيبان مع بعض هو سابقه ولا اقل ولا اكثر ولا الى اخره، سواء بالنسبه للكوست او بالنسبه للتايم. طيب طريقه اداره القيمه المكتسبه الفاليو ميثود، القيمه المكتسبه للعمل المنجز في المشروع هي التكلفه التي تم ربطها بهذا العمل عندما تم وضع مؤسس المشروع. يعني ايه العمل؟ العمل ده بنطلق عليه نقول ايه؟ الوحدة الأساسية من عناصر المشروع التي نستطيع تخصيص موارد محددة ومدة زمنية معينة لإنجازه. يعني ممكن تبقى إيه؟ أعمال الأعمدة، أعمال الخرسانة، مش داخل بقى في نجارة وحدادة وصب والكلام ده كله، إنما ممكن أعملها برضه توتال نجارة وحدادة وصب.
يعني الاثنين اللي هي وحده العمل اللي انا ايه بشتغل عليها يعني. يعني الورك بريك داون ستراكشر وصل لانهي المرحله؟ هل انا واصل لغايه ممكن يبقى بالفيلا، انا عندي بعمل مشروع مثلا فيه 500 فيلا، يبقى الفيلا دي وحده عمل انا خلصها بكذا في مده كذا، ويبقى ايه البرنامج بتاعها بقى من الفيرست ليفل بتاعها، مش هدخل بقى في النجاره وحداده وصب وحفر ورد من الاول لاخر. دي يقصد بالعمل ايه؟ الوحده الاساسيه من عناصر المشروع التي نستطيع تخصيص موارد محدده ومده زمنيه محدده للكسب. ايرن فاليو واحده من اشكال مراقبه المشاريع، المراقبه دي عمليه مهمه جدا زي ما اتفقنا، المعتمده على النقاط اللي هو الايه المايلستون. يعني كل نقطه انا بعمل عندها الايفالويشن ده دي ايه؟ يعتبر مايلستون. هو يعني تعريف مايلستون مش كده بالظبط، لكن تعتبر مايلستون. يعني انا كنت مخطط ان انا في الاسبوع ده اخلص قد كده، وانا يعني ايه عملت قد كده، وبقعد اعمل حسابات بتاعتي. فيتسمع بحساب انحرافات الزمن والتكلفه لجزء من المشروع، حيث يعبر انحراف الكلفه الكوست فيرينس عن الفروق بين الكلفه التقديريه الموازنه والكلفه الفعليه لعمل الانالست. طيب في ست اعتبارات في تحديد انحراف التكلفه. هنتكلم على ايه؟ انحراف التكلفه، تحديد الانحراف. انا بحدد الكوست اللي عندي، لو هو في توفير لازم اعرف برضه التوفير في ايه؟ خلي بالك، لان انا يعني انا وفرت ايه حصل ان انا ايه حاجه كانت ب 10 بقت ب 7 مثلا، هل انا اخدتها ب 7 ولا اخدتها ب 6 ولا اخدتها ب 8؟ يبقى لازم انا برضه حتى لو انا كسبان، خلي بالك اعرف انا كسبان ليه؟ لان الاناليسيس دي والتحديد الكلام ده كله مش سواء بوزيتيف او نيجاتيف بتنفعني، دي خبره وداتا بيز لاي فيوتشر وركس للشركه او ليك كمهندس او ليك كمدير مشروع. تقدير الانحراف كميه يبقى كوانتيتي، مش انا خلاص انا خلصت بدري، لا بدري يعني ايه؟ يعني انت خلصت مثلا مشروع ب 10 سنين خلصته قبليه مثلا بشهر، ما يبقاش بدري. مشروع مثلا شهر، لا انت خلصته في شهرين، ما خلصتوش بدري او ما تاخرش. يعني انت بتعتمد تقدير الانحراف كامل، اقول انا اتاخرت مثلا 10% 15% 20%، يبقى كل لازم يبقى فيها ايه؟ فيجر واضح ومحدد يعني. طيب تحديد مصدر الانحراف، تحدد الديفيشن ده حصل ازاي؟ تحديد اثر الانحراف على المشروع ككل سواء بوزيتيف او نيجاتيف. نخلي بالنا يعني مش معنى ان انا ماشي ومخطط واخر ان انا ما اعملش، لا لازم اعمل الدراسات كلها بحيث ان انا استفيد، لان ممكن لو انا شايف مثلا في ستاتستكس شهر الخرسانه مثلا، زمان احنا كنا بنعمل الكلام ده كله كان دايما ايه؟ كنا عارفين يعني الخرسانه في الصيف بتغلى، في الشتاء بترخص، لان شغل في الصيف بيبقى كتير قوي. بتكلم على اسكندريه معلش، انا يعني ايه؟ يعني في مواسم لو انت جيت في خلال السنه اللي هي الدول اللي هي ستيبل، يعني مش اللي هي مثلا بتجي لها طفره وتسقط وطفره وتسقط، لا اللي هي ستيبل. احنا كنا في مصر كنا ستيبل زمان، فيبقى على شهر يناير فما كانش خرسانه زمان، كنا بنشتري الزلط ونشتري الرمل ونشتري الاسمنت ونشتري الحديد. فشهر يناير في سعر، يا فبراير في سعر. لو عملنا ستاتستكس دي حاجات تجارب عملناها من زمان قوي مده كبيره، يعني ان بيبقى في فاريشن خلال السنه لماتيريال معينه. هي يعني معادلات يعني، او يعني ترند طبيعي وبناخد نستفيد بيه لما بنيجي نعمل ايه دراسه للمشروع ثاني بعد كده. تقديم الانحراف كميا، تحديد مصادر الانحراف لازم يبقى في اناليسيس كامله، الانحراف ده حصل ليه؟ تحديد اثر الانحراف على المشروع ككل، تحديد اثر الانحراف على عناصر المشروع، تحديد مجال العمليه التصحيحيه الممكن. يبقى دي 6 اعتبارات عشان اعمل ايه؟ كوست ديفيشن او كوست اناليسيس اقرب باذن الله. لحساب هذه الانحرافات نعرف المحاولات الاتيه: البرجيز كوست اوف ورك سكيدول اللي هو الايه؟ التكلفه التقديريه للعمل المخطط لها الموازنه البيز لاين. بادجت كوست اوف ورك سكيدول اللي هي البيز لاين، خلاص؟ يجري وضعها بشكل تراكمي قبل بدايه المشروع، اللي هي خطر بنتكلم اللي هو ايه؟ واخد الاس كيرف اللي هو ده. طيب بادجت كوست اوف ورك بيرفورم اللي هي اللي احنا قلنا عليها اللي هي ايه؟ الايرنت فاليو، هي التكلفه التقديريه للعمل المنجز. يعني العمل المنجز اللي انا خلصته ده بقى ايه؟ هل هو البادجت كوست بتاعته كانت كام؟ يجري حسابها في نقاط زمنيه مختلفه بنلاقوها ايه؟ النقاط العلام او العلام
ده اللي هي الكلام العربي اللي هو الترجمه بتاعت المهم يعني هو مايسترو بنسميه حجر زاويه احيانا فهو مايسترو يعني معروف مايسترو. الاشهر كوست اوف ورك بيرفورم اللي هي التكلفه الفعليه للعمل المنجز ويجري حسابها في نقاط زمنيه مختلفه اللي هو النقاط الايه في المايسترونز. دلوقتي احنا رجعنا لايه؟ نفس الكلام اللي احنا عملناه المره اللي فاتت. ادي البازيس كوست فور بيرفورم ده اهو اللي هنعمله في اول مشروع مره واحده في اول مشروع وبعدين عند اي نقطه اهي بعمل ايه؟ الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورم والبادجيت كوست اوف ورك بيرفورم خلاص ودول ايه؟ بايش اوف ورك اللي هي الاورن فاليو مع الاثنين دول بنعمل المعادلتين اللي احنا اتفقنا عليهم وايه؟ ودول هي ايه؟ هيدونا الكوست اندكس والكوست بيرفورمنس اندكس والايه؟ والسكيل بيرفورمنس اندكس. طيب يوجد تسهيل المتحول بشكل بياني كما سبق ومن شكل سبق التكلفه العمل المخطط الموازنه تكون على شكل خط اللي هو الايه؟ البادجت كوست اوف ورك سكيدول. بالنسبه للحوالين الاخرين دول يجري حسابهم في نقاط زمنيه معينه، يعني النقطتين دول هم اللي بحددهم على ايه نقطه المايلستون اللي انا بشتغل عليه او الانترفال اللي انا بشتغل عليه. يجري تحديد حسب طبيعه المشروع ومدته. احنا نوعين من الانحرافات والسكيدول فيريانس اتكلمنا عليه بما يكفي قلنا السكيل فيري عباره عن ايه؟ البريس كوست اوف ورك بيرفورم ناقص البريس كوست اوف ورك سكيل اهو البيرفورم ناقص السكيل بريس كوست اهو ناقص ده خلاص قلنا بريس كوست اللي هو الاورن فاليو ناقص ايه؟ البريس كوست اوف ورك سكيل اللي هو الايه؟ البلان فاليو ده الايه؟ ده الاورن فاليو وده بلان فاليو ده الايه؟ السكيدول فاليوز. يجري التعبير عن الانحراف الزمني بوحده ماليه زمنيه احنا قلنا هذا الكلام. زمن واموال انجاز يرفع الانحراف الزمني قيمه ماليه موجبه وسالبه ثم بعض الدلالات على البرنامج وهكذا. البيزك اسفور سكيدول هو نفس الكلام احنا قلنا عليه قبل كده. الحصول على موظف في تفسير الانحراف. يجري اشتقاق مؤشرات اداء على الموضوع هو ايه؟ مؤشر الاداء الزمني اللي هو الايه؟ السكيدول بيرفورمنس اندكس بدل ما بشيل دي ناقص دي دي ناقص دي لا ده الايه ده الاس بي اي ده اللي احنا ايه سكيل بيرفورمنس اندكس اللي احنا قلنا عليه لو زاد عن واحد يبقى انا ماشي كويس او الكوست بتاعي كويس او التايم بتاعي كويس او سكيل بيرفورمنس اندكس بادجت كوست اوف ورك بيرفورم على بادجت كوست اوف ورك سكيدول ده بيديني ايه الاندكس بتاعنا لو 1 بوينت حاجه بقينا كويس لو اقل من حاجه يبقى ايه خلاص ده كلنا شرحناه ومفهوم يعني الكلام. ياخذ يعني تحول القيم التاليه اذا كنا بننجز الاعمال ضمن المشروع طبقا للخطه الزمنيه الموضوعيه اكبر من واحد اذا كنا بننجز اعمال ضمن المشروع بشكل اسرع من الخطه الزمنيه الموضوعه. يعني لو انا الاعمال اللي عملتها اكبر من الخطه الزمنيه الموضوعه هيبقى عندي ايه؟ 1 بوينت حاجه. لو اصغر من واحد يبقى الاعمال اللي انا انجزتها ايه؟ ابطا من الخطه الموضوعه. مش كده؟ طيب الكوست فاريانس كوست عباره عن بادجت كوست اوف ورك بيرفورم الفاليو ناقص الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورم اللي هو الاكشوال كوست بقى هنا فهنا الفاليو ناقص الاكشوال كوست هتديني ايه؟ الايه؟ كوست فاريانس وهنا السي بي اي اللي هو الكوست بيرفورمنس اندكس هتساوي الايرن فاليو على بادجت كوست اوف ورك بيرفورم على الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورم لو هي الايرن فاليو دي على دي هتدي 1 بوينت حاجه يبقى انا ايه؟ ماشي صح لو اقل من 1 يبقى انا ايه؟ متاخر او بدفع فلوس اكثر يعني. حساب الانحرافات ومؤشرات الاداء يعني بنحول القيم التاليه صفر اذا كنا نصرف على اعمال المشروع ما كنا قد خططنا ان نصرف على هذه الاعمال ضمن الخطه اللي هو الايه؟ السي بي اي اللي هو قد بعضه خلاص دي واحد على فكره مش صفر يعني ده خططناه يعني ماشي صح في اسمه ايه ده؟ في الـ في الـ في الـ يعني اللي انا مخططه اتنفذ بالظبط زي ما هو كوست وتايم يبقى انا دي واحد مش صفر خلاها اكبر من واحد اذا كنا نصرف على اعمال المشروع اقل مما كنا خططنا له واصغر من واحد اذا كنا نصرف على اعمال المشروع اكثر مما كنا خططنا له خلاص طيب انحرافات مؤشرات الاداء انحراف الزمن سكيدول فيريانس التكلفه كوست فيريانس موجبين بالتالي مؤشر الاداء الزمني اس بي اي واداء كوست بيرفورمنس اندكس اكبر من الواحد
لان احنا متقدمين زمان على ماما كذا اهو، ده اللي هو الكلام ده كده. الاصل هو الايه؟ يعني عندي ادي البيز لاين اهو، ادي البادجت كوست اوف ورك بيرفورمد. لو هقسمه على الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورمد يبقى انا ادي اهو سكيدول فاليو والايه؟ والكوست سكيدول فاريانس والكوست فاريانس. خلاص؟ دول بوزيتيف في الحاله دي. في الحاله دي ادي السكيدول فاريانس اكبر بوزيتيف والايه؟ والكوست فاريانس اكثر برضه في حاله ان بقى الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورمد اكبر، يعني في التطبيق في الايكويشنز. طيب حسب الانحرافات ومؤشرات الاداء في الشكل سي ودي، انحراف الزمن سكيدول فاريانس بالتكلفه الاثنين سالبين، بالتالي مؤشر الاداء الزمني سكيدول بيرفورمانس اندكس واداء التكلفه كوست بيرفورمانس اندكس اصغر من واحد. يعني طالما اصغر من واحد يبقى انا ايه؟ متاخر بالسن. كل ده يعني كلام معاد ومكرر، يعني انا بحاول ان انا يعني ايه برضو مش 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 يعني يعني كفايه الايه الكلام اللي اتقال يعني. خلاص هنا بقى متاخرين زمانيا عما قلتها، لما يبقى الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورمد ده اكبر من البيز لاين واكبر من البيزات كوست اوف ورك بيرفورمد، يبقى الاثنين دول ايه نيجاتيف. وهنا البيز لاين فوق الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورمد مش كنت هوب بيرفورم في الكيسز دي، يبقى ده ايه؟ ده نيجاتيف وده نيجاتيف. يعني دي حاجات متكرره بقى. السابق اللي هو سي دي اللي وراه بقى احنا انحراف الزمن السالب وانحراف الكرسي الموجب. هنقول لك الكلام ده في اول سلايد اللي احنا اتكلمنا عليه، بس برضه هنا برضه بنعده تاني. بس احنا خلاص يعني فهمنا الموضوع ماشي ازاي. بالتالي مؤشر الاداء الزمني سكيل بيرفورمس اندكس اصغر من واحد، ومؤشر الاداء الكلفه اكبر من واحد. يعني ان احنا متاخرين زمنيا، انما الايه؟ الكوست بتاعنا ايه؟ اقل من المتوقع. دي حاله وسطى يعني. طيب انحراف الزمن سكيل بيرفورمس موجب، وانحراف التكلفه سالب، بالتالي مؤشر الاداء الزمني في شكل اف اللي هو اللي جاي ده. ماشي الحال؟ طيب في هنا الحقيقه فيريانس حصل اندكس بياخد الاثنين مع بعض. يعني بمعنى ايه؟ ان احنا نقدر النشاط على بعضه، بنكمل الاتفاق على حاجه، ان انا في مؤشر اداء للمشروع له صيغه معينه اللي هي الكوست سكيدول اندكس. بعمل ايه؟ بغير الكوست بيرفورمانس اندكس السكيدول بيرفورمانس اندكس، بضربهم في بعض بيطلع لي ايه؟ الكوست سكيدول اندكس. دي يعني لما اضرب الاثنين في بعض يعني دي بتكمل اتفاق كده، هي بتديني فاكتور اللي هو ماسك يعني مشبط الاثنين في بعض يعني. دي انا ما شفتهاش كتير، لكن يعني عاده احنا بنبقى فاصلين ده عن ده، لكن برضه الامانه تقتضي ان انا اقول لكم على الكلام اللي قابلنا شفناه وموجود يعني. حساب الانحرافات ومؤشرات الاداء ياخد هذا متحول القيم بتاعت ايه؟ قلنا دي واحد، قلنا دي قبل كده. واحد المشروع بيجري حسب الخطه، اكبر من واحد اذا كان المشروع بيسير بشكل اسرع من الخطه، اصغر من واحد اذا كان المشروع بيسير بشكل ابطا من الخطه. سواء في الكوست ده او ده كلام متعايد اعتقد. هنا بقى جدول مساعده باتخاذ قرار المشروع. المؤشرات اللي فاتت دي كلها من هو لاخرها، انا ممكن اعمل ايه؟ اطبق هذا الكلام على بند بند. لو انا بشتغل في مشروع واحد الكلام ده ممكن يتعمل بند بند. والحقيقه انا في شركه هنا في مصر مش بره يعني، كنا بنعمل ويكلي بيرفورمانس انديكيتورز، ويكلي ريبورت كده صغير خالص خالص، وهو ده الحقيقه كان ايه، هو ده تقريبا بيجي الكلام اللي احنا بنقول عليه دلوقتي. ان انا هنا اهو هنشوف الجدول ده عامل ازاي. استخدام المؤشرات السابقه تقديم مدير مشروع بجداول دوريه تساعده على واقع المشروع الموالي للتنفيذ والخطه المضويه كذا. خلاص؟ لان لو في اي مشكله هتبان لي. يعني انا مثلا التوتال بتاع الخرسانه بتاعتي موجود عندنا برضه، ممكن ارجع لكم بعد كده برضه تخش جوه برزنتيشن. بيبقى عندك التوتال كوانتيتي بتاعت الايتم انت المفروض الاسبوع ده، لان في فترات من المشروع بيبقى انت عندك ال عدد الايتمز الشغاله مش كتير،
يعني عندك حفر ومثلا وردم وخرسانه مسلحه وخرسانه عاديه، الاربع حاجات دول بيشتغلوا معاك، هو عزل مثلا بيشتغلوا معاك دول 12 شهر او 3 شهور، وانت بتحط الكوانتيتيز بتاعك دول وال معاك، والاسبوع اللي بتخلص منه بتحطه وبتقيه وبتقارن بقى وبتطلع الاندكس بتاعها. ساعد يكون قرر على مستوى المشروع اهو اللي هو ده ميرلي يعني، بس هو في يعني جدول مفصل تقريبا زي بس ببساطه دي يعني. عندك البند سكيدول فيرينس والايه والسكيدول بيرفورمانس انديكيتور والكوست فيرينس والكوست بيرفورمانس انديكيتورز مؤشر الاداء الاجمالي الكوست سكيدول اندكس، ده ايه لكل بند. اجمالي المشروع بقى مش بنجمع دول، خلي بالك اجمالي المشروع ده اجمالي المشروع كله على بعضه طبقا البرنامج الزمني والفاليوز بقى جت ازاي، سواء الكوست او سواء اللي بتاع التفسير بتاعه بقى يعني. ده كل اسبوع انا بقول والله ده حصان كذا 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 وقررت بصراحه كذا كذا كذا، بس الحقيقه كان في دايما في كلمه ملاحظات تحت هنا تبقى شيت يعني شيت اي فور عادي، بيبقى في ملاحظات هنا نقول مثلا المشروع ده مثلا ان احنا اتاخرنا الاسبوع ده في الوقت عشان كان في كذا 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 كذا، الكوست بتاعنا زاد عشان كان في كذا 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 كذا، بقى دي ايه ده ايه ده ده طيب القرار للمشروعات بقى ممكن بقى ان احنا نمشي على مستوى اعلى، يعني انا ماسك بروجرام او ماسك بورتفوليو او ماسك شركه بيتعمل بقى للمشروع بتقول ايه كذا البي كذا السي كذا الدي كذا دي كذا، ده لما تيجي تدي حاجه زي كده لمتخذ القرار تبقى قدامه حاجه سمبليفايد وحاجه تخلص بقى الكلام تجمل المشروع. اوكي طيب الكلام ده كله مع المايكروسوفت اوفيس مايكروسوفت بروجكت وبريمافيرا بي 6 امكانيات اكثر من ممتازه، وهذا الكلام بيتعمل بمنتهى الاحترافيه من الناس اللي هم زي ما حسام وزي الناس اللي هي الايه، وفي يعني ناس كتير يعني كتير كتير جدا جدا ابونا اساتذه يعني اساتذه يعني. طيب احنا كده هنعمل الكلام ده احنا عملناه قبل كده وشفناه في لقاء قبل كده بتاع الكوست مانجمنت، وانا حبيت ان انا برضو اعيده تاني هنا اللي هي الايه اللي هي الابلكيشن بتاع الايرنست فاليو على نفس الكيس اللي كانت موجوده المره اللي فاتت. بقترح 5 دقائق او حاجه ولا ايه بتهيألي كده شوف كده يا باشمهندس محمود. طيب يا حبيبي هنكمل كويشنز احنا كنا قلناه قبل كده اللي حضر اللي كان معانا في اللقاء ده بقى ايه التوتال دايركت كوست بقى السيجما ريسورس دايركت كوست التوتال اندايركت كوست السيجما بروجكت اوفر هيد 10 من 20% ده الاوفيس اوفر هيد 5 من 10% دي الايه الكويشنز اللي كانت بتحدد لي الكوست والدايركت كوست الكلام ده كله. انا قصدت ان انا يعني ايه اقولها بسرعه عشان يبقى نعرف اصل الموضوع يعني الايرن فاليو دي طريقه للمتابعه يعني. طيب الريسك استيميشن فور كريتيكال اكتيفيتي ريسورسز الاوفر تشينج اوردر كنا بنتكلم عليه من شويه، يعني انت بتاخد مشروع في عندك الريسك بتاعك من 0 ل 25% ممكن تزود 25 او نقص 25%، واتكلمنا بسرعه عن الايه عن التو كيسز واحد من حاجات بوزيتيف وواحد من حاجات الكوست كنترول توتال كوست الدارك كوست الاندايركت كوست ده الريسك استيميشن التوتال كوست خلي بالك ده مش برايس البروفيت من 10 ل 20% للنورمال بروجكتس يعني مشروع عادي نحط البروفيت من 10 ل 20% البرايس بقى عباره عن التوتال كوست اللي هو ده زائد البروفيت المارك اب الاوفيس اوفر هيد زائد البروفيت من 15 ل 30% اللي هو التو دول مع بعض. طيب الكوست كنترول هنا البروفيت بيساوي ايه الريفينيو ناقص التوتال كوست، يعني انا مكسبي ايه اللي هو الريفينيو التوتال اللي انا اخدته، انا اخدت اخر مستخلص كان مثلا ب 100 مليون وانا صرفت التوتال كوست بتاعي كان 90 مليون يبقى انا كسبت ايه 10 مليون 10 على قيمه المشروع كله 100 يبقى انا كسبت 10%. البرسنتج بروفيت تساوي الريفينيو على التوتال كوست اللي الناس اللي بنقول عليها دي. الفاليو ادد ريفلكس ذا انترنال ريسورس يوتيلايزيشن، لو نفتكر برضو لو رجعنا للقاء حاليا ان احنا ايه ان الحاجات الاكسترنال ريسورسز يعني لو انا مثلا حطيت من اول باطن اكسترنال ريسورس لو انا جبت مشتريات يبقى في اكسترنال ريسورس، لو الريفنيو اكسترنال ريسورس ده بيبين لي ايه الفاليو ادد الفاليو ادد اللي انا عملتها من عندي يعني عشان الفاليو ادد يبقى الريفنيو ناقص الاكسترنال ريسورس على الريفنيو. طيب
مارجن فاكتورز، فيكس اوفر هيد يوتيلايزيشن، الريفينيو ناقص توتال دايركت كوست. ده كل ده موجود في المحاضرات اللي فاتت، ولا هنرجع هتبقى عادي. بس انا حبيت ان انا برضه ايه نراجع معاكم زي ما اتكلمنا على التو دايجرامز اللي فاتت دولت. بس ان شاء الله المره الجايه انا بنصح برضه ان شاء الله المره الجايه هنتكلم على الكواليتي، بنصح انها برضه نبص على الايه على اللقاء او نعمله في الكواليتي قبل كده. المره الجايه هنتكلم على الايزو 9001 ان شاء الله، اللي هو الايه ل 2015 ان شاء الله. البرسنتج مارجن فاكتور، الريفينيو ناقص توتال دايركت كوست على الريفينيو، الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورمد، الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورمد اللي هو الايه ايرنت فاليو، البادجت ات كومبليشن. البادجت ات كومبليشن ده اما اجي اقيم انا يعني انا وانا بعمل الموقف الحالي بتاعي وبحلله وبعمله، بقول والله انا ات كومبليشن اوصل لسعر كام، البادجت بتاعي كام لما اخلص. انا خلاص انا مثلا مخلص الاكزامبل اللي هشوفه دلوقتي، انا اشتغلت شهرين المفروض دول 3 شهور، هل انا في 3 شهور دول هيبقى السعر النهائي بتاعي هل هو هو البادجت الاصلي بتاعي ولا اتغير البادجت؟ طبعا طبعا بيتغير، يا اما يتغير بقى بالبوزيتيف او بالنيجاتيف، بنقدر نعمل له ايه يعني نعمل له الكوركشن لو الدنيا مش كده، او نشوف يعني ايه البادجت هنوصل لايه يعني. خلاص طيب البادجت كوست اوف ورك فاليو بيرفورم، بادجت كوست اوف ورك سكيدول، بادجت كوست اوف ورك سكيدول، كوست بيرفورمانس اندكس اللي هو ايه بادجت كوست اوف ورك بيرفورم على الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورم، ده بيديني الايه الكوست اندكس. لو جيت هنا شفنا ايه ورك بيرفورم مع ورك بيرفورم دول زي واحد، هنشيلهم هنلاقي البادجت كوست على الاكشوال كوست. خلاص بادجت كوست ده اللي هو القيمه اللي انا كنت مقدرها، والاكشوال كوست القيمه اللي هي ايه اللي انا اللي هي نفذت بيها. لو اللي انا كنت مقدره ده اكتر من القيمه اللي انا كنت مقدرها يبقى انا كويس ماشي. بجست كوست اوف ورك بيرفورم على الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورم ماشي. الكوست فاريانس بتساوي ده، لا خلي بالك الكوست بجست كوست اوف ورك بيرفورم ناقص الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورم، بس كوست ايه اكبر يعني هيبقى 1 بوينت حاجه يعني قصدي دي، فيبقى في فرق بوزيتيف يعني بين الاثنين. الورك بيرفورم بجست كوست بتاعه اعلى من الاكشوال كوست بتاعه. الاستيميت ات كومبليشن اللي هو ايه بادجت ات كومبليشن، بادجت ات كومبليشن استيميت تو كومبليت بادجت ات كومبليشن ناقص الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورم. وانا واقف يعني انا عملت استيميت ات كومبليشن تبقى كذا، استيميت تو كومبليت بقى يعني فاضل لي قد ايه اللي هو البادجت ات كومبليشن ناقص الاكشوال كوست اوف ورك بيرفورم اللي انا عندي عليه النهارده، يبقى انا فاضل لي مبلغ قد ايه عشان اخلص المشروع بتاعي. الايرنت فاليو اللي هي الايه البادجت كوست اوف ورك بيرفورم، برسنت كومبليت عباره عن ايه بريك كوست اوف ورك بيرفورم على التوتال بادجت كوست في الايه في الميه، يبقى ده النسبه المئويه بتاعتي يعني التوتال بادجت كوست اهو بتاع المشروع، وانا نفذت منه بقد كده النهارده البادجت بتاع النهارده في 100، يبقى اديني ايه البرسنتج كومبليت من امتى المشروع على بعض. البلان فاليو بادجت كوست اوف ورك سكيدول، سكيدول بيرفورمانس اندكس على البادجت كوست اوف ورك سكيدول، سكيدول فاريانس بادجت كوست اوف ورك سكيدول كذا. ده اتكلمنا ده قلناه كل ده. هنا بقى الايه الاكزامبل السريع جدا اللي احنا ايه هنبص عليه، ايتم سهله وبسيطه كلها وشفناها قبل كده برضه في لقاء. مطلوب دراسه بند تمديد كابلات جهد متوسط من ناحيه تحديد الاعمال لهذا البند وحساب تكاليف التقدم في اعطاء. خلاص؟ ثم حساب التكاليف المخططه للمتابعه، ثم عمل نظام مراقبه التكاليف اثناء التنفيذ. دي اللي هي الايه؟ فيري فاست اكزامبل وظريف يعني هيبقى في كل الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه. طيب سعر متر من الكابل حسب مقطعه موجود، النقل والتشوين يعني ده البريك داون بقى بتاع الشغل. سعر الحفر البيت الطولي مع دراسه المخاطر، صخور صبات قديمه حجاره وكذا كذا. التجهيز بفرشه درمال ناعمه تحت خالص 10 سم. اعمال التمديد مراعاه قطع الكابلات او الافرزات المحافظه على المسمى هنا الكابلات. طيب طبقه رمله ناعمه 10 15 سم، عائله الرد ده كل دي بقى اللايرز بقى اللي انا بقى بشتغل عليها دي الاكتيفيتيز يعني. بلوكات حمايه المسار، عائله الرد مع الطبقات، وضع شريط تحذير، استكمال الرد والتسويه، عائله الحل الى مكان عالي اللي هي السفلسه بقى داخل. أو ده الإيه ده الكوست تايم كنترول. طيب ده برضو
الملخص اللي احنا هنوصل له هنجيبها في الاخر. احنا قلنا مده المشروع كام؟ 3 شهور، بادي 15/9/2015 خلاص؟ ده عدى يعني. التوتال بروجكت بادجيت دايركت فاليو كام؟ 225,000 كان ريال الحقيقه يعني. طيب 15/12 ده الدايركت كوست كنترول ات ايه؟ ات 15/11 يعني بعد ايه؟ بعد شهرين من البدايه، يبقى فاضل شهر في المشروع لسه. طيب 15/12/2015 البروجكت توتال تي دايركت كوست احنا هنحسبه بعد كده، هيبقى عباره عن الاكشوال كوست اوف بيرفورم تساوي الاكشوال كوست اللي هو 143,500 خلاص؟ طيب الاكسكيوتد كوانتيتيز ات 15/9 في البادجيتد كوست هيديني الايه؟ البادجيتد كوست اوف ورك بيرفورم او الايرنز فاليو. الكميات اللي عملتها لغايه دلوقتي لغايه 15/9 بتاعت كل بند في الايه؟ في البادجيتد يونت بتاعتها في قيمتها يطلع لي 157,500. تقول ده هنبينه، بس انا بقول لكم على ايه ده الريزلت في الاخر برضه هنلاقي دي برضه بتتعاد تاني. الكوست تو اند، كوست تو اند اللي فاضل لنا ايه؟ يعني انا دلوقتي انا خلصت البادجيتد كوست اوف ورك سكيدولد 150,000 لا البادجيتد كوست ورك 157 دي توتال بروجكت توتال في تيل ديت لغايه النهارده حمال شغل ب 143,000 ده السكيدول ده الكوست تو اند 75,000 يبقى انا ايه؟ لو حطيت 95,000 دي على دي القيمه دي ده انا حددت الاعمال اللي فاضله للاخر 75,000 هتبان في النموذج المثال هزودها على 143,500 اللي هو الايه الاكشوال كوست هتديني ايه؟ التوتال كوست ات اند اللي هو 218 لو عشان تبقى 218 دي من ال 225 هيبقى انا ايه؟ الكوست سيفنج خلي بالك ده مش المكسب ده الكوست سيفنج كوست سيفنج 6.5 حساب بقى البروفيت ده هيبقى هيدخل في السكه الثانيه يبقى ده كوست سيفنج عن الكوست اللي انا كنت اصلا ايه؟ عامله لان انا المكسب بتاعي انا كنت محطوط يعني ده كوست سيفنج زاد يعني مكسبي لو انا هكسب مثلا لو كنت هكسب ان انا هكسب مثلا 10% مثلا 22.5 يبقى دي كوست سيفنج هيزيدوا عن الايه؟ عن ال 22.5 ال 10%. طيب بادجيتد توتال دايركت كوست اهو عندنا ادي الايه؟ اليونتس اهي 150 كم بص على الاكسل يمكن الاكسل يبقى لكم احسن. بسم الله الرحمن الرحيم نشوف نجرب حكايه الشير تاني نشير يمكن دي تبقى اوضح شويه هي دي اوضح شويه يا شباب يعني احنا اهو ادي البادجيت كوست اهو كده احسن من التاني مش كده؟ ده سعر المتر والكابل حسب مقطعه خلاص دايركت كوست يونت بريك داون مان باور شوف احنا بنعمل ايه هنا مان باور ماتيريال ماشينري وسب كونتراكتر دي كل بند فدي باين قدامي ايه البريك داون بتاع الكوست ماشي الحال اهو يعني دول دايركت كوست 100 التوتال كوانتيتي 1000 التوتال دايركت كوست كام 1000% بقى ده 100,000 يبقى ده التوتال فاليو بتاعت البروجكت كام دي 5000 كنا بنتكلم عليهم من شويه عندنا ادي سعر المتر من الكابل وراء النقل والتشويل وراء سعر الحفر بالمتر الطولي وراء التجهيز بفرشه رمله قبل ما نحط الكابل وبعدين تمديد الكابل بقى بيتكلف قد ايه والكلام ده كله وراء قطع البلاستيك والافيزات والكلام ده كله طبقه رمله ناعمه اعاده الرن بلوكات حمايه المسار اعاده الرن على الطبقات وضع شريط تحذير استكمال الرن والتسويه اعاده الحل اذا كان عليه ودي بقى البنود اهي 125 كام ده كله يعني ايه؟ يعني 225 خلاص اي يعني مثلا ده التوتال ده لو ضربته في ال 1000 يطلع 225 ده طبعا غلط يعني نعمل كده بس هو ايه؟ ده حاجه ما اتلمستش يعني هنا الدايركت كوست يونيك بريك داون عشان لو انا حبيت ان انا كل واحده من دول احللها ازاي يبقى انا بحطها ايه؟ يبقى ادي مان باور ماتيريال ماشينري سب كونتراكتر طيب الدايركت كوست بريك داون برضه يبقى انا ايه؟ هشوف المان باور دي انا كانت كام؟ زيرو دي زيرو المان باور دي 100 دي ايه؟ دي التوتال اللي هي ال 100,000 التوتال التوتال ده الكوست بريك داون دي زيرو دي 2000
دي ده الكاستمرنج داون يعني، عشان هنوصل برضه لل ام في 25 ده التوتال يعني، ده بريك داون لليونت وده بريك داون للكوست على بعض، ماشي الحال؟ طيب الاكشوال دايركت كوست بقى افتر تو مانثرز، بعد شهرين لقيت نفسي عامل ايه؟ مخلص ايه؟ 700 متر من كل واحده منهم مقفلهم. طبعا دي غلط يعني، مش يعني هي جايبه نتائج بس انا يعني مش الاكشوال يونت دي ما بتتجمعش عموما يعني. فالمهم ادي الما باور ماتيريال ماشينري والسب كونتراكتور، هنا توتال دايركت كوست اهو للايه؟ ال 700 ايه؟ ال 700 متر، ال 700 متر طول، ماشي الحال؟ يبقى دي 63 دي مجموع ده كله يعني، توتال دايركت كوست اللي انا صرفته بيتجمع كله فين؟ ده يعني مثلا ده 2800 اهو، خلاص ده ايه؟ ده توتال دايركت كوست 2800 اهو، يعني انا حطيت الدايركت كوست اللي صرفته على المان باور اهو، وده الماتيريال اهي، وده الماشينري، دي ستاب كونتاكتور لكل بند، عارف ده صرف ايه، صرف ايه، صرف ايه، صرف ايه، بموجب ايه التقرير اليوميه بتاعتك. بقى ده عندي صرف 63000 2800 وهكذا، بحيث ان انا كل اللي صرفته بقى انا كام؟ 143000 وكام؟ 500 عند الشغل بتاع ايه؟ بعد شهرين. بعد شهرين خلصت 700 متر من كلامكم من اول لاخره، والتوتال ده الكوست بتاعي اللي انا عملته لما بقارن بيه الايه 15400. ده غالبا احنا بنقارن ايه؟ الدايركت كوست، ما بنقارنش لا الكوست بتاع الفيرمايسا ولا الايه؟ بسعر العميل، ولا بنحط التوتال كوست، بنحط الايه؟ الدايركت كوست. ودي طريقه حلوه جدا ان احنا نقدر ان احنا نعرف ايه زياده ونقصنا، لان الدايركت كوست بيبقى ايه؟ هو الغالب، هو الاكثر حاجه باينه في الشغل. طيب هنطلع هنا بقى ايه؟ الدايركت كوست كذا، دي البادجت كوست اوف ورك بيرفورمد. طيب ايه البادجت كوست اوف ورك بيرفورمد؟ انا الشغل اللي انا عملته اهو 700 دي. طيب التوتال بادجت كوست بقى اللي هو ايه؟ اصلا في الـ في الـ في الـ في البادجت يونت. يبقى انا اهو كان المفروض اصرف كام؟ 157500، يعني لو انا ماشي بالبادجت كوست كنت حاصل 157500. انما واقع الامر ان انا صرفت كام؟ 143500، يبقى هنا موفر كام؟ ده ناقص ده. ماشي؟ يعني الحاجات العمليه قدامنا يعني. برضه المان باور كان لكل المان. طيب البروجكت كوست اوف ورك بيرفورمد اللي هو المخطط اللي كان مخطط اصلا للورك بيرفورم كام؟ ده البروجكت كوست اوف ورك سكيدول، يعني انا كنت مخطط شغل ب 150000، خلاص؟ البروجكت كوست اوف ورك سكيدول، هنا بروجكت كوست اوف ورك بيرفورم كام؟ 157.5، يعني ده البروجكت ده يبقى انا عملت ايه؟ يبقى انا عملت شغل زياده، عملت شغل قيمته 157.5 مش ب 150، يبقى الشغل اللي انا عملته ايه؟ زياده. هنتكلم بقى بالبلدي يعني حتى الايكويشنز قدامنا بالبلدي يعني بانت، انا كان المفروض اصرف ان انا الشغل اللي انا كنت المفروض اخلصه ب 150000، لا بجيت كوست اوف ورك سكيدول، الشغل اللي كنت مخطط يخلص اليوم ده الكوست بتاعه كان هيبقى ايه؟ 150. النهارده الشغل اللي انا خلصته قيمته 157.5، يعني انا عملت شغل اكتر، يعني انا ضربت في نفس اليونت بتاع البادجت، ماشي؟ طيب دي الكوست ات اند، كوست ات اند انا فاضل لي الكميات اهي خلاص في التوتال دايركت كوست، التوتال دايركت كوست اللي هي اصلا ايه؟ خلاص ده يديني كام؟ يديني ايه؟ 75000 فاضلين، خلاص ماشي الحال؟ يعني انا بضرب عادي في الايه؟ في اليونت اهو، ده في اليونت، في اليونت، في الحاجات اللي فاضله دي. لو عايز اعمل شغل اصح شويه ممكن اشوف الترند بتاعي انا، الكوست بتاعي لو هو مثلا قلل بنسبه 10% يبقى انا ايه؟ ممكن اقلل ده بنسبه 10% اللي هي الترند بتاعي اللي انا قليته، بس اتس بيتر ان انا ما الجاش ان انا ازود الا اذا كان الترند بتاعي كله او بزياده، وانما لو في اقل خليني على السعر اللي هو موجود في الوايس. السمر ريزلت اهو، رجعنا للكلام اللي كنا بنقوله فوق، ادي ايه بادجت دايركت كوست اهو، ادي التوتال 143 اكزكيوت الكلام ده كله، الكلام اللي حلقت وادي الايه الكوست بيرفورمانس اندكس
كوست سيفنج 1.1 اللي هو بادجت كوست اوف بيرفورم الاكشن كوست اوف بيرفورم يبقى 1.1 يبقى انا ايه الكوست بتاعي كويس كوست سيفنج السكيدول بيرفورمنس اندكس 150000 على 157000 يبقى انا عندي ايه لا ده دي العكس على فكره دي عندي بادجت كوست اوف بيرفورم يعني هنا ودي هنا دي عايزه تتصلح طيب هنا اهو ال 75000 دي اللي هي الايه الكوست تو اند الكوست تو اند يعني حسبت فاضل لي قد ايه عشان اقل اوصل للاند كوست ات اند بقت 218 ونص اللي هي دي تمام الكوست سيفنج بقى سيفنج ده من الشغل بتطلع كام 6.5 6500 ايه ريال الكوست سيفنج بتاعي قد ايه 2.89 ده ما كانش في الحسبان ده ما كانش في الحسبان ده غير اللي هو الايه الاستيميشن اللي انا كنا عامله كده يعني ايه الاكسل شيت يعني وضحت اكتر شويه هم جنب بعض واضحين اكتر من الايه من ال لا هنقول له حفظ لا نرجع تاني ايه هستوب لان الشير ويندو از كلوز اوكي ليه يبقى احنا نرجع تاني نعمل ايه سكرين شيرنج شير سكرين للايه للي طب احنا وصلنا لفين هنا بسم الله الرحمن الرحيم ماشي الحال يا محمود حد لسه صاحي كده احنا يعني ايه رقم حضرتك طيب احنا كده ايه خلصنا هذا الكلام اهو كل ده اللي هو لغايه ده كده دي الايكويشنز اللي احنا ايه قلنا عليها من الاول جبنا الثلاث كيسز هما نفس الكلام اهو يعني نفس الثلاث سلايدز انا حبيت اقول لهم في الاول وحب نيجي في الاخر نقول والله احنا ايه خلصنا الايه ال بسم الله الرحمن الرحيم نعمل البرزنتيشن كده عرض الشرايح من الايه من الشرايح الحاليه طب هي مش عايز يعرض دي طيب وبعد كده ادي الكلام ده ادي الايكويشن زي هي اللي حطيناها في الاول وادي الكيرف اللي قلت عليه مهم جدا هيبان لي المشروع بتاعي ماشي ازاي الكلام ده من اول اخره وبعدين بنيجي بقى ايه الخاتمه بتاخد طريق الارن فاليو مانجمنت اهميه خاصه في المؤسسات والمراكز التي تقوم بالابحاث العلميه والتطبيقيه المرتبطه بالصناعه نظرا لكون معظم الانشطه التي تقوم بها هذه المؤسسات على شكل مشاريع تطويريه متداخله يجب متابعتها بشكل جيد ومتكرر ولكون الموارد المتوفره محدوده والاذن المتاح قصير. الحقيقه الارن فاليو ممكن تشتغل على اكتيفيتي اكتيفيتي خلي بالك اكتيفيتي اكتيفيتي يعني الناس اللي هي عايزه تعرف هل الاكتيفيتي بتاعتها لوحده ايه تدخل ما فيش مشكله خالص تقدر تعملها يعني مش لازم المشروع على بعضه ايه الحكايه؟ الشرايح وفي ايه؟ المشكله يلا مش مشكله طيب فايه فدي حسينا طبعا باهميه الطريقه دي انت تحول المنتجات هذه المشاريع من نموذج تطويري الى نموذج صناعي المشاريع جديدة تطرح لبناء منظومات اللازمة لإنتاج هذه النماذج بكميات كبيرة. يبقى الموضوع سهل، بقى المونيتورنج والكنترول بقى سهل وايزي وفي الايد يعني. تتميز هذه المشاريع بأهمية قصوى للتكاليف والزمن، إذ يدخل في التكاليف الكثير من المواد القطع التي تتغير أسعارها في الأسواق بشكل متكرر. اعتماد نظام مراقبة وضبط مصاريف الأرن فاليو يسمح بإنشاء منظومة صناعية بالوقت الأمثل وضمان الموازنة المرصودة. بنشكركم جدا جدا وفي اي سؤال لاي حد في اي اسئله جزاكم الله خيرا يا دكتور والله المحاضره فعلا جميله جدا 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 وسلسه جدا لو في اي حد من الباشمهندسين عنده اي سؤال يعمل اتفضل يعمل ريس هاند ويفتح المايك مفيش مشكله خالص
صراحة انتوا ما شاء الله عليكم. سهل ان شاء الله، نبعث على في المحاضرة. سهل 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 سهل. طيب في اي سؤال او اي حاجة؟ طب في اي تساؤل من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من الحاجات اللي فاتت، من مواقع الحاجات اللي فاتت، او حاجة حد يخطر على باله، اي سؤال او اي حاجة؟ ماشي الحال. الفرق بين مهارة النهارده وبين الكي بي اي. الحقيقة باشمهندس روماني انت ما شاء الله عليك، يعني ما شاء الله عليك. هقول لك حاجة، الكي بي اي دي انا الحقيقة بقت علم، وعلم يعني واسع جدا. يعني انا في لقاء كنت عامله كان معانا ناس كتير من كندا، كنت بتكلم الكلام ده مع جمعية المهندسين امبارح او امبارح. يعني انا عندي كتاب، ما هلاقيه عندي اكيد من ضمن البتاع، كان فيه 17 كي بي، 17000 كي بي اي. الكي بي ايز دي كي بيرفورمانس انديكيتورز. يعني ايه بيرفورمانس انديكيتور؟ اللي هو انديكيتور يعني ايه، محدد للاداء، قياس اداء، قياس الاداء، محدد قياس الاداء، كي بيرفورمانس، مفتاح قياس الاداء. يعني هي مش هي كي بيرفورمانس انديكيتورز في حاجه، يعني اما احنا الانديكيتور، احنا بيرفورمانس الاندكس ده هو انديكيتور نوع من الانواع. يعني احنا عملنا الكوست اندكس، كوست بيرفورمانس اندكس، وكوست بيرفورم وسكيل بيرفورمانس اندكس. الاثنين اندكسز دول تعتبر انديكيتورز، تعتبر انديكيتورز، تعتبر. انما الكي بيرفورمانس انديكيتورز بقت علم لوحدها. انا في لقاء من اللقاءات انا كنت فاكر نفسي ان انا يعني عامل عامله، وقلت لهم يا اخوانا انا عندي مرجع وعامله واحد مصري بس موجود بره مش موجود في مصر، في 17000 كي بيرفورمانس انديكيتورز كي بي ايز. يعني فواحد كندي وكده، ما كندي مصري برضه، قال لي يا باشمهندس، مش عارف مصري بقى، افكارنا دي عربي يعني، قال لي الكي بيرفورمانس انديكيتورز دلوقتي كتابه، قال لي ده بقى فيه 34000 كي بيرفورمانس انديكيتورز. دي موجوده دلوقتي، بقت علم، وعلم يعني ودراسات وموجود في كل حاجه، في بروجكت مانجمنت، في كونستراكشن مانجمنت، في 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 اي شغل يعني. احد كي بيرفورمانس انديكيتورز. لا مش القيمه المكتسبه، القيمه المكتسبه مش الطريقه او القيمه المكتسبه، لا الكوست بيرفورمانس اندكس والتايم بيرفورمانس اندكس تعتبر كي بيرفورمانس انديكيتورز. لو حابين نرجع للقاء الثاني، احنا حاطين كي بيرفورمانس انديكيتورز لمدير المشروع الدولي في ثاني في تا في ثاني في ثاني لقاء في الايه في الكي بيرفورمانس انديكيتورز بتاعت المدير المشروع. يعني لازم مدير المشروع يبقى ايه عنده ايه كذا كذا كذا، بس مسمينها كومبيتنس بيرفورمانس انديكيتورز. كومبيتنس يعني ده بيتكلم على كومبيتنس بتاعت مهندس، دي برضه نفس القصه. فالكي بيرفورمانس انديكيتور ده قياس لمستوى معين بتاع حاجه معينه، مش لازم عند واحد، قياس اداء، اداء بتاع مكنه، بتاع انسان، بتاع اي قياس اداء، بيرفورمانس انديكيتورز. كده يعني وصلت ولا ايه؟ لا الهندسه القيميه ده موضوع تاني. الهندسه القيميه برضو نحاول ان شاء الله نعمل عليها برضو برزنتيشن. انا اشتغلت في الهندسه القيميه بس ما خدتش الشهاده بتاعتها، لان انا اوريدي بقول لك خلاص يعني. وممكن نعمل، والله نعمل برزنتيشن عليها. يبقى انت كمدير مشروع لو جالك اي وقت تبقى فاهم يعني ايه يعني الهندسه القيميه اللي هي ايه الفاليو انجينيرنج. مهمه وجميله، وعلى فكره وبرضه سهله جدا ولذيذه جدا وبسيطه جدا. يعني انا ما بحبش الحقيقه ان ايه نحط الاداره او المشروعات بتاعت الاداره
بالشكل الموضوع بسيط، بكلمكم من الاخر حقيقه يعني، ما فيش فيه حاجات معقده غير لو دخلنا بقى في الاستاتستكس. الاستاتستكس بقى دي بتوع الاي تي بقى مريحيننا منها، وبياخدوها وبيطلعوا من اللي احنا عايزينه وبيدوها لنا سهله. زي الكي بيرفورمانس انديكيتور دي مش بسيطه يعني. انما الحقيقه يعني احنا مرتاحين، احنا دلوقتي ما بين ايدينا اي حاجه دراميه تخش على النت تطلع اللي انت عايز تعمله. فكل حاجه جاهزه دلوقتي قدامنا يعني. انا اذكر ايام الماستر كنت بروح اقعد في المكتبه، كنت اقعد انقل بال10 ساعات ورق وقلم وقت بنقل. ايام الدكتوراه كنا بنروح الكليه بتاعت كليه الهندسه، كان في زمان كروت بنطبع بنخرم كروت وندخلها تعمل لها كومبيليشن ترجع لنا تاني عشان تعمل برنامج، كانت بتبقى قصه. انما انت النهارده عايز اي برنامج اعمل فري داونلود وتنزل اي حاجه يعني. الدنيا اتسهلت، بس مقابل دي ان الدنيا بقت سهله، والابحاث العلميه بقت كتير جدا، وبقت في دقه، وبقى في براعه، وبقى في ما شاء الله يعني الناس كتير زيكم وشباب ومستواهم عالي جدا، وتعلموا حاجات كتير جميله جدا. والحقيقه يعني حاجه تسعد وتفرح يعني. العلم بقى يعني ما شاء الله يعني احنا البيم ده انا يعني بدات اسمع عنه في 2006 2007، وكان البيم ده عباره عن اللي هو الريفت يعني، عباره عن كل واحد تكله والحاجات دي كلها، كان كل واحد لوحده نعمل لوحده وانشاء لوحده والالكترونيك لوحده. النهارده البيم الريفت ما شاء الله يعني 11 12 دايمنشن. انا نفسي بس ان ايه نكلم استاذنا الكبير المهندس عمر يعمل لنا محاضره عن البيم للبروجكتس مانجر برضه، نبقى ايه الفكره يعني جايه يعني برضه ان شاء الله يعني ايه يعملها لنا يعني. فبشكركم جدا جدا جدا. في اي سؤال تاني او اي حاجه مطلوبه؟ وهل الردود كافيه بالنسبه للي ساله؟ يا باشمهندس محمود، باشمهندس محمود، ايوه يا دكتور مع حضرتك، في اي سؤال تاني او اي استفسار او اي حاجه؟ هو تقريبا مفيش اسئله تانيه يا دكتور. طب ماشي، بشكركم جدا 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 على حسن استماعكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والشكر الجزيل لله سبحانه وتعالى، ثم للمهندس عمر والمهندس محمود والمهندس احمد والناس كلها اللي يعني اللي بيديروا هذه اللقاءات وبيديروا بيم عربيا، وسعداء بكم كلكم جميعا، وسعداء بكل الحضور. ان شاء الله ربنا يقدرنا ان شاء الله، وان شاء الله يعني بقدر ما انتم عايزين ان شاء الله ننفذ معكم الاخر. تحت امركم، تحت امركم. شكرا جزيلا، في امان الله، مع السلامه.